السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا أصدقائي صديقاتي، كيف الحال؟ On a tendance c'est عبد الرزاق سيوب، اهلا وسهلا. لالا امال، السلام، السلام عليكم، كيف حالكم؟ نشوفوا سي عمر ابو رشيد، اهلا وسهلا. اليوم غيكون الموضوع ديالنا لونتربرونيا. سي عبد الرزاق اللي لا افيشي، أمال والله إلا سوبر، ميرسي، كنتشرف بالحضور ديالكم معايا. أهلا وسهلا ومرحبا سي طارق، لاباس عليك؟ بخير. أهلا وسهلا سي عبد الرزاق، أهلا وسهلا. لاباس عليكم، بخير. كلشي الله لاباس سي يكبر طارق. بيك أخويا سي، الله يكبر بيك، وكنتشرفوا بالحضور ديالك معنا. شرفينا سي طارق، وصافي لنا نحضروا اللوديونس تاعك لايف سو انستغرام. هذا اه غون سيدي، بليزير. سي الله يكبر بيك سي عبد الرزاق. سي عبد الله الرزاق، والله سي انا طارق، غنقول لك فين كتسمعني مزيان بعدا. كنسمعك مزيان. هذه البلوتوث على قبل اللايف سيدي الله ديالك. يكبر بيك، الله يخلي لنا التكنولوجي التوت الازرق. تمام، بالنسبه مزيان. انا البيرو شويه كبير، ما غاديش تسمع على مدار البلوتوث، باش الانفورماسيون لا سينكرونيزاسيون دوز كوريكت. وانا كنشرب ان تيزان، انت كتشرب قهوه يمكن؟ اشربت قهوه لان كانت لا جورني عامره فول بلي ستارت اب، خلي لي الله انرجي. هذا قهوه الله يكون في تسردو. عونك. مرحبا سي طارق، مرحبا بالضيوف. سي با ايفيدون، الله يكون في عونك خويا. مرحبا سي سي عبد الرزاق، امين يا سي عبد حبيبي الرزاق، طارق. انا عرفتك مع سيمو لايف، حنا روحت الصديق ديالي عبد العزيز مونتور براند كوتش، صيفط لي واحد لو لايف درتو فروم دان يمكن مع سيمو لايف. واي افكتيفمون، مع بعبيد، محمد ايه بعبيد. سيمو لايف، مشهور بسيمو لايف. تمام. ما شاء الله عليه، تبارك الله عليه، الله يحفظه حتى هو، والله والله يشافيه، راه كيمر بهذه المحنه الصحيه. من هذا المنبر انا كنقول الله يخرجك من البرن اوت ان شاء الله، لانه كيخدم بزاف في من الخياس، وهو بحال قلتي ايدل ديالنا كاملين، لان الدومين تاعنا عارف وصعيب بزاف دوز السوق هذه المده، كيبغي كونسونطاسيون كبيره، وكيبغي واحد سافوار فير كبير، وتبقى ديما دير الابديت. هو في واحد المجال كيكبر بواحد الشكل سريع جدا، ولما ما داش الميزاجور، ما داش لا فورماسيون، وما تكوتشاش في الوقت، غادي يفوتو التران. دونك بالنسبه لي هو فاتو التران، مشاو ديال الفلوس. فو توجور باتخ الابجريد هذا، باش الله يوفقه والله يخلينا دائما كي سبريدي الجود فايبز، لانه هو اللي هز معنا الايكو سيستيم كامل ديال الديجيتال في المغرب، وتشوف في الايكوميرس وفي الماركتينغ ديالو. فعلا، وانا والله لا ادعي من قلبي الخالص، والبارح شفت ديك لا بتيت فيديو من اللي كيهضر فيها من تايلاند. كاين البيرن اوت وكاين البورن اوت افيك او، كاين البيرن اوت هو لو سورموناج، وكاين البورن اوت داكور. افيك او. البورن اوت هو ملي كيكون عندك البورن اوت، هي انك تحرقتي، لي نورون بداو كيتحرقوا، بديتي سورموناج بالفرونسي، بديتي كتعيا، ذكي يا بديتي كتفقد الشغف، كل شيء. والبورن اوت سي كوتي بسيكولوجيك، ان حتى حاجه ما عندها معنى، ميم ديك الراحه ما كيبقاش عندها معنى. ماشي على البورن اوت، البورن اوت عنده علاقه بالعمل. هو وقال عنده لي بورن او بورن بورن بورنين اتس هو عنده بورنين وقال لي اتس بورنين مو مين هادشي. يا اخي ذكر، غاب غاب اخويا سي عبد طارق. الرزاق، هذاك احساس صعيب، خص الانسان يحظي مع راسه شويه في الخدمه، يدير بالانس في الحياه، باش يوصلش لمرحله ديال انه يجي البيرن اوت ويلاشي كل شيء، ولا البورن اوت اللي قلتي انه ما يبقاش عنده احساس. غاب بسيط طارق، ميرسي. عبد الرزاق، انا ما غنزيدش نفهم عليك ولا نقول لك شي حاجه، غنخليك تقول لي نبذه صغيره عليك، لان عندي بزاف ديال الاسئله، ولكن نخليك الناس اللي في لا كوميونيتي ديالي اللي ما كيعرفوكش شكون هو سي عبد الرزاق.
مرحبا اخويا طارق، مرحبا. عبد الرزاق اليوسفي، لاج 32 سنه، اكس فونداتور دو ويبو، واحد الويب اجنسي في 2007، اكس فونداتور دو فامو موتور بو ام ا، ودابا لو فونداتور ديال ميديا جيتال انفيست، واحد هيج فاند على ماروكان لانفيستيسمون اكسيليراسيون في لي ستارت اب. وانا لاول مره خدمت في حياتي في التكنولوجي اللي كنت في الليسي في الديفلوبمون اتوماتيك، اللي كان ديفلوبي من تقريبا من سيزيام الباك بيسكلي في الفريلانس في لا تكنولوجي. اكسلون اكسلون. سي عبد الرزاق، وجدت لك كما كتعرف وجدت لك العديد من الاسئله، وهذه الاسئله فيهم الولد ديالي عبد الله المليح اللي كي اكوتي دو موجي عبد الله بان، هو كيتصنت ليك دابا، هو عبد الله حدايا خصو، هو غيبان ولدي، هو حدايا كيتصنت. عنده عبد عنده 17 عام، وجدت لك العديد من الاسئله، وانا وجدت لك اسئله اخرين. مرحبا. سي لو فيتور. انا عندي 46 سنة. بيان سور. لا لا ما شاء الله باقي. انا نقول لك واحد الحاجه. انا غادي نقول لك واحد المعلومه، كنعرف واحد الشخص 70 عام، في 70 عام انا تعرفت عليه، هي ما تخرجش الشعر. تيشارك واحد لونجاج دو بروغراماسيون كان صعيب. وكان هو كان قديم في الانفورماتيك في الثمانينات وصافي ديكونيكت. ومن يرجع في 70 سنه رجع دي ديفلوبي في سي شارب، كان صعيب في الوقت ديالو، وخد ان تري بون بوست لانه بغى. ما شاء الله انت باقي صغير في الكارون تاع باقي. عبد الرزاق قلت لك انا البروجي ديالي، غنعاود لك انا على البروجي ديالي في 2023، نقول لك البروجي راه غيكون عندي 47 طون، ناوي ندير 1000 كيلومتر في 10 ايام، 1000 كيلومتر. جو مي بريبار كيما انتم كتبريباريو وتجيبوا الفلوس وتجيبوا الهيدج فاندز، انا جو بريبار دو كورير 1000 كيلومتر في 10 جور. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دير اصلا طارق، مرحبا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نبداو بالاسئله، مرحبا. نبداو بلا ليست اللي صاوب لنا عبد الله. نو وريز دور. سي كوا لي فالور ديال ان بون اونتربرونور؟ شنو هما القيم اللي عند ان اونتربرونور؟ هاد الناس اللي كيسمعونا دابا، شنو هما القيم اللي خص يكونوا عندهم باش يكونوا دي زونتربرونور؟ هما كاين بزاف القيم، انا غنقولها ثلاثه تو سامبلوم، واحده غتقدر تصدم الناس ولكن حقيقه. خص يكون في اول حاجه واهم حاجه باش يكون اونتربرونور، خص يكون عنده واحد القيم تاع الراسماليه. ما نقولش الراسماليه المتوحشه، كل هذا عنده هدف مادي ضروري يدير في حسابه بانه يصوب شي حاجه اللي غتدخل له فلوس باش يكون اونتربرونور. سينو غادي يولي كيلكان دو سوسيال، غادي يولي في شي حاجه اخرى اللي بعيده على الاونتربرونور. اللي ما كاينش هدف مادي كبير عنده راه ما غاديش يقدر يموتيفي بزاف، بحال قلت لك الانرجي الموتيفاسيون ما تنقصش. ثاني حاجه مهمه بزاف يكون عنده كوز، يكون عنده كوز يعني يشوف لونتربريز ديالو اون سوليسيون تاع شي بروبليم كبير ولا صغير او نيفو لوكال لا وورد وايد. وثالث حاجه بيان سور القيم اساس، يكون عنده برانسيب ديني ولا برانسيب تابع لي، غالبا يكون ديني. علاش؟ باش ما تمشيش لونتربريز ديالو عباره على اون ماشين، سواء في ليغاليتي سواء تاع الدول الحقوق سواء جو سي با، على حسب كتسمع شركات للاسف وصلوا لواحد المراحل خطيره في قتل القيم. دونك ولا ما كانش هو عنده قيم دينيه دو باز اسلاميك موديري، راه فريمون لونتربريز تاعو واخا تكون حق الفلوس وعندها اون سوليسيون بروبليم كبير، راه الغايه ديالو اللي غادي يوصل داك الشيء ما غاديش تكون بازي على واحد ليزاكتيفيتي اللي هما توتالمون نقولوا حلال ليغال على ليميت ديال سميتو. دونك سي تري امبورطون هاد تخوا هادو، اي واحد كنشوف هاد تخوا كنعرفو ان شاء الله غادي ينجح في الخرافه هذه، ولا كان ناجح كان عنده اونتربريز كنعرف غتولي بيك وان اوف ذا بيك كومباني اول اوفر. سي عبد الرزاق قلتي واحد الكلمه مزيانه، انك في الاول باغي تربح الفلوس، لان انا جاكومباني دي زونتربرونور دي بيزنس مان، وملي كنهضر معاه ماشي في لو كوتي اي كوميرس كلشي، ملي كنهضر معاه على الصحه وعلى كلشي كنقول لي علاش داير القضيه، كيقول لي باش تكون عندي ان ستاتيو، باش تكون عندي ان محل، باش تكون عندي. كنقول لها الحاجه المهمه اللي خصها تكون عندك هي تقول لي بغيت تربح الفلوس. الا ما كنتيش بغيت تربح الفلوس تقدر تحقق سينو دير جمعيه. الله يرضي عليك، دير جمعيه راح تجي محرام، دير جمعيه ودخل في عمل جمعوي، دخل في السوشيال انتربرايز، اي حاجه. ولكن الا بغيت تكون اونتربرونور بهذه الجمله بالديفينيشن ديالها اللي كاينه في الاوكسفورد، راه هو مقاول على راس شركه لتحقيق واحد الهدف مادي تو سامبلومون. فعلا.
شنو هما الاعمال القادمه باش ما نضيعش لك وقتك، شنو هما الاعمال القادمه؟ هذا الاسئله ديال الفيوتشر جينيريشن، في هذا 10 سنين كيفاش كيبان لك السي عبد الرزاق، كيفاش كيبانوا ليه؟ شنو هما لي زونتربريز، لي ستارت اب، فين غاديين؟ فين غاديين حنا؟ واحد الحاجه، كنا اي واحد ناس في التخصص او الناس العوام كيبان لهم ان الفيوتشر كيف لا تكنولوجي. اشنو في لا تكنولوجي؟ اي حاجه اللي هي التكنولوجي دي فاصون ديريكت ولا ان ديريكت راه هي الفيوتشر اون فيت لو بريزون فيوتشر. ولكن اشنو بالضبط؟ انا غندوي لوكالي على المغرب ولا ريجون، على الورد وايد. لوكالي اللي خدام دابا بشكل رائد وكبير هو الاي كوميرس بجميع انواع، حتى الخدمات تاع الديجيتال وداك الشيء هو داخل في الكوميرس، يعني بيع وشراء عبر الانترنت، سواء سوشيال كوميرس، سواء اونلاين كوميرس اترافيغ لي سيت، سواء الريزو جو سي با ايميلينغ اترافيغ لي سي بي اي تو سا، مي غاست توجور الاي كوميرس رقم واحد. رقم جوج، انا ام توك لوكالي في المنطقه هذه، رقم جوج اللي هما اللي خدمات دو ساس، اس ا اس، سوفتوير از سيرفيس. اي واحد بلا تكنولوجي يقدر يصوب شي حاجه كتخلص ابون مور شر، يكون على يقين انه الشركه تاعو تنجح بواحد الشكل كبير بزاف. ولا كانت عندها علاقه في حاجه لوكال، بحال شي حاجه عندها علاقه بالليغال في لا ريجيون، شي حاجه علاقه بالبرودكسيون، حاجه لوكال اللي ماشي بلا ات ويل بي بيتر. هذا بور دي مار داكور. وثالث حاجه انا كنقول واخا تخدم لوكالي ولكن تقدر تخدم حتى وورد وايد، هي توسكي عنده علاقه بالميتا، توسكي عنده علاقه بالفي ار جي بقوه، لان كيجون دي انفيتاسيون اتون كوميونيتي مانجر ميتا ديفلوبر تاع ميتا اكزاكتومون، كيوليو كيبانوا لي بان لي سوليسيون على باز لا فيرتواليتي جايين بقوه، وهادو غادي يكونوا وورد وايد. دونك لا كان شي واحد كيسمع فينا على باقي صغير وعنده الحس تاع الديفلوبمون وكيفهم شويه في البيزنس وباغي الستارت اب، هذا من بعد نصح لك هذه فرص كونتر ستارت اب وشركه نورمال وكلاسيك وبي ام او. من بعد حتى كان عندي واحد اللاك فيزيون، عندي تقريبا دي ديزان تاع لي زونتربرونور عندي هنا بور لي ليفي فروم اترافيغ نو، اكتشف انه ما فهمش لي ستارت اب وفاهم غلط هذاك الشيء، قدرنا ناخذ الفرصه وي وي هذا اللايف المغربيه ديالك انت عبد الرزاق، شرح لنا خويا انا كنتعلم انا. لا ديالك لا حاجه سي طارق، لا تتواضع سي طارق. اش مثلا سي طارق، دونك هنا اي واحد يقدر يديفلوبي هو صغير، ديفلوبمون سهله بزاف، ديفلوب مارفورماتيك لا بروغراماسيون لو كودينغ، يتوجه او يقلب على شي كوفونداتور يتوجهوا ديفلوبمون توسكي في ار، توسكي على باز تاع تاع الميتا، رياليتي فيرتوال، رياليتي فيرتوال، في ار، رياليتي فيرتوال اترافيغ دي ولي تبيعوا دي بوتيك اونلاين تما الخدمات. انا دخلت شفت داك الشيء بعيني وتيستيتو فريمون، واحد لو فيتور جايب واحد الشكل كيخلع، والناس اللي يدخلوا لي دابا الايرلي اداكترز ديال هذا البزنس هذا غادي يولي هما لي فيتور مليونير فواغ دي ملياردير، لان داك الشيء كيوجدوا لي بواحد الشكل كبير. كما الناس اللي صوبوا الاول زابليكاسيون موبيل في جوجل بلاي ولا اب ستور ولاو دي مليونير، كانوا هذا حكي كيلعبوا بعض اللونجاج، اللي غادي يصوبوا دي بوتيك في الميتافيرس واللي غادي يصوب غادي يولي عندهم واحد الهيمنه كبيره سوقيه في هذاك المجال تاع الفي ار. انا كنقول اللي عنده القدره ديفلوبي هو يبدا سيما الاي كوميرس والخدمات نتاع لي زابونمون، بطبيعه الحال في التكنولوجي راه هما اللي خدامين. هذا في لا تكنولوجي، هذا هو لو فيتور اللي جاي نورمالمون دونك بيزنس. شنو هي الكاليتي اللي خاص تكون عند هاد الوليدات ولا هاد الناس اللي بغاو يتوجهوا لهاد لا رياليتي فيرتوال وهاد الديفلوبمون، شنو هي لا كاليتي في رايك؟ لا كاليتي اللي كنا دابا خويا طارق صراحه اللي كانت شي ناقصه هو الكومان اللي كنشوف كاع زونتربرونور الناجحين، لا بيرسيفيرونس ولوتور فورماسيون، كلشي ساهل كلشي. راه دابا اوجوردي في يوتيوب 2022 راه ما كاينش شي حاجه كنقلب ما كنلقاهاش، وهذا الشيء عندنا حلم بحال 2005 2004 كان يوتيوب فيها الكات، فيها النكات وفيه هذاك الشيء ديال الضحك والتفليه. دابا ولا في البروفيسيونيل ليزونيفرسيتي بحال الكونتنت ديالهم، دابا لو بغيتي دير مثلا هاو تو كرييت في ار كونتنت غتلقى حمار غيوريك بالدو ا زد. الاي كوميرس سي مو بيع سي مو لايف، دير دورات في 4 السوايع، ب 4 السوايع كيطرح كل شيء. المصريين بجميع اللغات، انجليزي طبعا بحال الانجلو ساكسون رقم واحد في هذا الشيء، ويتعلم الانسان الانجليزيه ويدير الاوتو فورماسيون غادي يولي ان تخي بون اونتربرونور ستارت اب في المجال تاع التكنولوجي في العالم. وهذا الشيء احسن من تكون تبقاو من الهنود ليزانديان، الهنود كيسيفي وباهم وفروا لي انترنيت كيحيح كيحيح بشكل رهيب، كنت كتخدم معاهم كيديفلوبيو لي بلو كوست مالوغوزمون، ولكن ما كانش لو كواليتي. كندوي معاك نقول لك كيفاش تقدرتي انت عندك 22 سنه وانت واحد النيفو تاع انا خدمت مع الناس النيفو تاع الناس عندهم 30 عام 10 سنين يقول لك انا والو افري داي كل نهار ليرنين 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 ابلاي ابلاي ليرن ابلاي ديك السيكل.
كيتعلم وكيعقلي كي هندي. علاش قلت لك قديش لا هو؟ قال لي انترنت. قال لي وي دارنا ما عقل ما يدخل الى انيفرسيتي لا هو تلقى في شي قريه هذا، ولكن علاش بغا اوتو فورماس؟ وانا تيبان لي ان الكي وورد تاع النجاح لا تكنولوجي وستارت اب الاي كوميرس الساس الفي ار اي احمق كريبتو بلوكشين اي تكنولوجيا جايه بشكل كبير الانسان غيقرا المحتوى ولا كيف، حيت قليل اللي كيبيع المحتوى اونلي صوف لي كان تري 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 ديب مثلا شتا التليكوم شتا الفاينانس والفينتك هادشي كتلقى في كورس راه فلوس برايفت ودي ماستر كلاس. اما لو غاز تاع لي ديفلوبمون لي زابليكاسيون لو فيتور لي لونغ هادشي ولا بواحد الشكل كبير موجود في الانترنت. خصنا لونفي نقراو ونتواضعوا شويه ندير واحد الساعتين في النهار نخلو خدمتنا بلاص ما نبقى نمشي انا للكوفي شوب ندير نص ساعه ساعه الا ربع نقول نريح مع اصحابي ربع ساعه ولا اي حاجه كبيره ولا عندي شي حاجه كنديرها ونمشي نقرا نضرب كور الاول الثاني ومورا الابلاي اقرا ابلاي اقرا ابلاي. مع العلم ان الديفلوبمون اللي هي الاساس تاع كل شيء التكنولوجي والشركات الناشئه اللي ولات سعودي مليون ولات سهله ولات لونجاج بارمي لي لونجاج. اي واحد يقدر دابا يقرا كور ولا جوج دي ديفلوبي دي كود يسوفي يكون هو باغي تو سامبلومون ويكون بيرسيفيرون يعني بقى الى جامي طوم. هذا هما اللي كيبان لي السي طارق. انا عبد الرزاق الركائز تاع جو جوان في صعب فاش اللي قلتي لي انني واحد النهار ملي خرجت من لونتربريز ومشيت كان خصني بغيت ندير ديبلوم ديال نيتريسيونيست. نيتريسيونيست جاني داكشي بسيط قلت غندير ناتوروباتي. ناتوروباتي سي بلو بروفون سا انغلوب لا اوليستيك لا بيرسون اون جينيرال المونطال لو فيزيك لي سونتيمون المومون. ولكن الامتحان ديالها صعيب، الامتحان ديالها صعيب. تقيت باش ندوز ان سارتيفيكا اون بلجيك. ما عمري قريت شي كور، عطاوني واحد 12 موديول 500 صفحه قريت في الانترنت، قريت في الانترنت. تبارك الله عليك. نهار دوزت الامتحان كانت العتبه هي 60%، جبت 85% قريت انا بالانترنت. ايوا 85 على 100 قريت في الانترنت. ما عمري قريت كور، ما عمري جلس، لان كان خصني نخدم ناكل، كان خصني نمشي ناكل نقلب على الرزق، فهمتي يوميا خصني نخدم. وكنت كنقرا في الانترنت، يعني خاصك تجلس بحال لونترينمون. بغيتي لا فورم فيزيك خصك تخدم عليها، بغيتي ان كور زوين مقاد، بغيتي دماغ مقاد خصك تخدم عليه، اي حاجه عندها ثمن. ندوزو للسؤال الثالث ديال الاستاذ عبد الله. معنا السي احمد بن راس اللي صديق ديالي اللي تا هو من شداد، كنوجهو ليه التحيه. بطبيعه الحال احمد بن جاسم اللي مونتور ديالي راه عاوني في 2012 في موتور بوان في اللونسمون ديالها ملي ولات من اكبر الشركات التكنولوجيه في المغرب. راه صاحبي احمد بن جاسم من الناس اللي عاونوني او نيفو فينونسيير باغمي لي كونسلتون سولي اللي عطاوني التوجه الصحيح الاول. قال لك صرف الطريق ما تشوفش بحال هكا، وهذاك الادفايس تاعو كان مهم بزاف 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 باش تترك بالشركه موتور بوان تبنى بناء صحيح. والحمد لله ولات ساويه ملايين الدولارات من بعد باغمي لي ادفايس اللي عاونوها ادفايس احمد بن جاس، وكنوجه له التحيه من هنا. شكرا سي احمد بن جاس. واحد الحاجه عبد الرزاق، من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هذا حديث. وكاين واحد الجمله اللي قريتها انا ديال مايكل جوردان، قالوا لي سي كوا تا بلو غروند فورس، شنو هي القوه؟ راه قريتها بالفرنساوي داك الشيء، اش كنقول بالفرنساوي؟ قالوا لي سي كوا تا بلو غروند فورس، جاوب حاجه وحده. قال لي سي ما بلو غروند فورس سي كو جو توي كوتشابل، فين ما كان شي واحد احسن مني ولا غيقول لي شي كلمه كنتصنت ليه وكنخدم بداك الشيء اللي كيدير. داك الشيء اللي خلاني نوصل تسمى مايكل جوردان لو جوت اللي وصل، راه كاين في النايكو. علاش؟ لان كيتصنت وكيخدم مع دي جون. ما شاء الله. وانا بغيت نوجه واحد النصيحه خفيفه سي طريق الناس لودونس، راه لو بون كونسلتينغ حنا ما مولفيش ناخذ الكونساي او ما كنخلصوش على الكونساي. هذا الكونساي راه عباره على واحد الخلاصه، واحد العصاره تاع واحد الاكسبيرونس، واحد 36 اللي عشناها في المجال كيعطيك في 15 دقائق بحال حيد عليك واحد 20 عام تاع التجربه، سورتو الا كانت اكوريت. عرفت تطيح على لو بون كونسلتان في لو تشالنج اللي عندك، ما نقولش بروبليم، تشالنج اللي عندك كتي كونسيتون، عطاك هذاك الشيء اكوريت كيتحل واحد 30 ولا 20 عام تاع التجربه تاعك، كتاخذ 5 دقائق وكتنقذ مهما خلصتي له، مهما عطيتيه بلاصه، راك ربحتي كل عريق ربحتي بزاف تاع اشواط
حيدتيهم عليك وربحتي بزاف في الوقت تاع النمو ديال الشركه. عبد الرزاق، انا كنقول واحد الجمله في لي كوتشين، كنقول لهم سويفي دي زيكزامبل اي نون با دي كونساي. هذاك السيد اللي خدينا المثال ديال احمد بن جاس، انا خدمت معاه ملي كنا في ميديتال اونسومبل، هو كان ماناجر ايموبيليزاسيون، انا كنت ماناجر كونتابيتي فورنيسور. يعني السيد راه ديجا مدوز داك الشيء، راه ماشي جاي كيفتي عليك تصنت اليوتيوب وجا كيقول لك، راه السيد راه دي زيكزامبل، راه ماشي جوست كيهضر، راه مدوز داك الشيء. سي جو تو كونساي انا في لا فورم فيزيك وفي لو مونتال، راني مدوز، ماشي قاري ولا قريت كتب، راني دوزت هادشي وعشتو. يعني غنعطيك العصاره ديال الاكسبيريونس ديالي. ندوز واحد السؤال واحد اخر، تمام كيفاش تمام نديروا الخطوه الاولى؟ هاد الناس اللي كيسمعونا كيفاش يديروا الخطوه الاولى؟ ابداو. هذه يس يو كان اللي خصك تبدا، هي كما قلت لك قبيله، ما نساش كنتعلم بزاف عشان نطبق. هذاك الهندي قال لي بحال هكا، لور ابلا لور ابلا لور اب، كيشوف فيديو كيدير لي بوست كيمشي، ما كيساري الفيديو عاد باش ندير الشيء اللي قال لي. ولا قال لك هذاك السيد اللي كيعلمك، لا كورس قدامك، لا بروفيسور هذاك اللي ديزاين السيد ديرو هذيك الساعه ودير ما احسن ديفلوبي اكثر. خصني غير نبدا، انت قلتي باش نبداو، راه نبدا البدايه ما عندناش شي حل سحري. البدايه جاوبتها في اسمها، بدات باش ما بديتي. عطيني شي مثال نقول كيفاش تبدا. انا نعطيك انا مثال، واحد بغى يصوم ابليكاسيون باش غيبدا يتعلم لونجاج بروغراماسيون، واحد بغى يدير بوتيك اونلاين تاع اي كوميرس باش غيبدا يدخل هذاك السيت ويحل الكونت ويدير سميه كنيت ويبدا بالنيمين فاهم السميه الرياح ديال عشرات الاسماء يكونوا كوزي يكونوا واعرين يكونوا براندين مزيان ويخدموا يشوفوا في لا ريجون زوينين نريح الحظ هذا صافي. باقي ما ساليش نشوف صحابي نسولهم كي جاتكم الاسماء عزلوا. هو بدا الانسان راح البدايه وي هاف تو ستارت. هذيك طرق 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 زبه ما بداش كندير كنعيا كيكثروا المعلومات قدر نتلف او هذاك الشغف كيموت معاك القرايه بزاف. ناخذ بارتي ابلاي ليرن ابلاي ليرن ابلاي ليرن ابلاي ليرن ابلاي، كتلقى راسك وصلتي فواحد المرحله كبيره، وهذاك الاكزرسايز اللي كدير في ابلاي هو اللي كيخليك تجوف في الوقت تقول واه جات المرحله هذوك انا راه بديت. بحال ذاك الشط تاع البحر كيجيو الامواج، اصعب هذوك الامواج الاولين ملي كتفوت كتلقى البحر هادي اللور. اتس اكزاكتلي ذا سيم فور اونتربرونيريا. نبدا بعدا نبدا جاوب جواب البدايه في اسم هي فعليا خصها بالفعل يبدا. انت خصها يبدا باي مدى لي فرونسي تو ديز في ميو كو بارفي، في ميو كو بارفي. دير لاكسيون، هذه هذا هو اهم حاجه. دير لاكسيون، دير لاكسيون، ملي كيهدوك الشيء ميديوك غيكون موديست. لاكسيون تبدا، نخرج من القرايه، نخرج من المود وان واي وان واي، ناخذ ونمشي للناس ناخذ. لا هذاك الشيء غادي 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 واحد اوفر اوفر ثينكين، لا شرط مونتال اوفر ثينكين، راسك غيعمر وغيسخن بلا فايده. وهذه كنلقاها مع لي جون كو جو كوتش، كنلقاها معاهم كنقول لي تو شيرش لا بيرفيكسيون، الفو شيرشي لا بروغريسيون، لا بروغريسيون زيد القدام ماشي لا بيرفيكسيون. الا وصلنا لا بيرفيكسيون سالينا الحياه. كيفاش ندير نيتوركينغ؟ كيفاش ندير واحد البيئه حاضنه، واحد الريزو ديالي نيتوركينغ كيفاش نديرو؟ انا يلاه بادي السلام عليكم ما معروفش. سام يو هاف تو شير دوني، اعطي اللي عندك اعطي دوني تلاقى ما عطينا انفورماسيون وسورتو عرفتي قيمه عرفتي بريسيز عرفتي هذاك الشيء مهم وعطيتي والاخر عرفه مهم كيحطك عندك في لا ليست كيولي عطاك ما عطاكش وتجي كتنيتوركي تجي كتاندكس عنده تجي كتريفيرونس عنده. ها هو طبيعه الحال ملي كتريفونس عنده بزاف كتدخل في هذاك السفير ديالو تاع لي كونتاكت ديالو كتعرف لي كونتاكت ديالو كيولي هو كيروكومونديك. علاش؟ لانك عطيتي بلا مقابل كيبغي صحابو تا هما ياخذوا من عندك وانت ما صحابو كيعطيوك كتبدا النيتورك في الاخر كتلقى لا باس تاع السوليد نيتورك راه هو سوليد شيرين. ملي كنتي عندك مرونفورسي الشيرين ديالك كتعرف تبارطاجي غادي الناس غادي يعطيوك غاتولي ما عندكش عندهم اوتو كو شيرر شي واحد اللي كيعطي دونك كيبداو يعطيو كتكبروا اونصومبل وكتولي عندك لو بون كونتاكت. وهذا نقول واحد القضيه 80% تاع النجاحات النسبيه تاع المقاوله تاع الرقميه بازي على 80% بازي على النيتورك. منهم احمد بن جاس احسن مثال، بعض الناس كان صديق تاع الصديق ديالي دابا ولا صديق تاع النيشان. ها هو النيتورك ترون فورسا، ها هي اللي على الشورت كات دار اللي دار الشورت كات لقاني في مشكل قال لي يو نو وات يو ار نوت دوين ويل، ها اللي خصك دير ومشيت درته. ولا من بعد شريكي يا ابخي كذا درت شي يعني عجيب. يعني هذاك النيتورك يتكون في الاول بعطي حيت عملت ديجا عطيته حتى هو عطى الاخر عطى هذا اون بارتاج. دونك اول حاجه الشيء ولا كتشوف حتى في الزفت ملي كنشوف هذاك السيد اللي كتلقى عليه كيخرج بلي البزنس كار بزاف ملي كنسول عليه كنقول يقول لك هذاك هو اللي عطاهم زانفورماسيون صحاحه اجور ابديتد، هو اللي فغيمون كتلقى كلشي تابعه من اللور لانه هو اللي كيعطي. اما ساكت
كاع في ما تلاقاش في البلاصه، في شي ايفنت، شي قهوه، في شي في كووركين، غير ساكت، ما كتعطيش، ما كتخرجش، ما كتكونفوييش، ما كتسانديش، ما كتخاطشاش، ملي ما كتخاطش ما كتهضرش معاك. اكسلون. السؤال ديال لي جون، ودابا سي سوسيال، دابا طريق حاجه اخرى، بلا سوسيال دابا، ولا كتشيري في لي ريزو سوسيو، في لينكدين، في تويتر، في انستغرام، فيسبوك، الناس كيديروا لك فولو، كيتبعوك، كيوليو باغمي النيتورك ديالك، ما كتحتاج شي حاجه، ما كتحتاجش تدوي، فاش غتبين كيجيك الفيدباك، كيجيك البونك، داتي البينك، كيجيك البونك الفيدباك. اكسلون. السؤال ديال لي جون، واش ديبلوم ولا لوطو فورماسيون؟ واش نشد الباك وندير باك بلس 5 انجينيوري، ولا نمشي انا بغيت نربح الفلوس نمشي لوطو فورماسيون؟ عافاك جاوبني، ماشي ليا لي جون. لا لا لا، غادي نقول لك على حسب لوبجيكتيف، شنو هو الجول، حيت كاين واحد الجول ما خصش تقرا بزاف، لا فيزيتي ان بون ديبلوم تكنيسيان في شركه، كاين اللي خصك تقرا بزاف، دابا كنهضر على لوتروبرونيا، كاين واحد اللي انت لوتروبرونيا تكون عندك الماستر، تكون عندك الدكتوراه، لانه تخي ديب، ما جو سي با في اجري تيك، واحد في اجري بغا يصوب واحد باش نختصر الناس، بغا يصوب شركه في التكنولوجيا تاع وي الفلاحه، وعرفتي يعني خصك تكون فلاح، خصك تقرا فلاحه مزيان باش نهار تصوب هذيك لي زاباراي وذاك السيستيم، خصك تقرا، تعرف تقرا، تعاون مع داك الشيء، ناس تقرا، اما كاين دي دومين لا فيريتي، بحال دابا شي جو سي با نديرو مثلا تاع لي سيرفيس اون تاع ديفلوبمون، تمشي فيه تقرا الباك، ودابا الباك اساس، هو شحال غتقرا موراه، ما نغرقوش بزاف سولون، ونا با بيزون دان كان اوبورتيون موش، ما يمكنش انا غادي نمشي نقرا الدكتوراه في ديفلوبمون نوغوتيك، وانا غادي نمشي نصوب في الاخر ان سيت انترنت كيلاقي جو سي با اونتخ دي شيرشور شي حاجه، دونك نقرا لا، داك الشيء اللي غيكفيني باش نتلاح لونتربرونيا، ما نغرقش بزاف، ولكن لا بان لي مثلا انني مثلا خصني نقرا بزاف، بحال دابا فينتك، فينتك فاينانس تكنولوجي، عرفت فينتك خصك تكون قاري لا فيريتي، لانك غادي ديبي في ترونزاكسيون ولي كونيكسيون مع لي بونك الانتر بونك ولي بروتوكول ولي نورم ولي ليسونس، خصك تكون قاري داك الشيء، سينو اش غيوقع لك؟ غادي تولي مخلص عليه بزاف لي كونسيبتون سي ترو شير، اوني با اكسيسيبل، كونسيبتون كتلقى ميتين مع ما كاينز ما تهزش لك، تعطي 1000 اورو لجي سي با الجوني راه بزاف، شحال اللهم تقرا داك الشيء واحد النيفو تقلب، دونك على حساب بو ريبوندغ لا كيسيون لي دو، قرايه ولوتو فورماسيون، القرايه ضروريه باش توصل واحد النيفو تاع تعلم ديسيبلين، تعلم تفورما ان بو تو سكي كونسيرن الكور لا في اللي جايه، حيت في الاخر تتعامل مع الشركات، تقرا كيفاش كيخدموا الشركات، لان غادي يوليو هما الكلاينت ديالك، دونك قرا ماشي ما تقراش، ما تقدر ما نقراش اخر من الخامس من الرابع، لا ما نكملش، نو مينيموم واحد باك بلس دو مينيموم في المجال اللي عنده علاقه بالطريق بالروت تاعك بالباك اللي شاده، وديك الساعه اللي بغيت تحصل في المجال ديالك، كان في لا تكنولوجي في كان ترو نيش، كمل باش تقرا في هذاك المجال حتى توصل لواحد المراحل المتقدمه، في غير ينفعك في الاخر اونتربرونيا، ولكن في طريق حاول نقاطع سامر جوب عباد الله، ما تقراش غير تقرا، واقرا وخدم في الصيف، واقرا وزدو ستاج فابور صافي، لا لا يكون ما بغاش داك الشيء، ماشي اونتربرونور راه شي اونتربرونور، والله العظيم باقي نعقل اخويا طارق واحد لو بوان، ايام ويبو الشركه اللي لونست في 2007 تاع الويب اجنسي، هذا زعما كان ستارت اب وماشي ستارت اب، لانها كانت شركه كلاسيك تصوب الناس ولا زابليكاسيون في هذاك الوقت تاع نوكيا وتاع سيمبيا، واحد السيستم ديك الطاطاشه بحال اندرويد دابا، واحد النهار ما كان عندي ان بروبليم، كان عندي انا شخصيا مومنت فاش في المين ستريمز في البيج كمبيوترز داكشي تاع المان ستريم وتاع لي ماستر سليف، انا كنت خدام في السانديسيت وكنصوبوا لي زورديناتور واعر واعر ان سيرفور جو سي با في جوج تاع جوج سون تخا برونش، ولكن داكشي الكبير ما كنتش كنقدر نوصل ليه، ما نقدرش نخدم وما نقدرش نبيع ديك لو سيرفور، عمري ما خدمتش حتى واحد المارشي شديتو فابو اخ بور اكسيدي لي سال تاع لي سيرفور ابو فوا كومون سا مارش، حتى التيوري شفتها بغيت نابليكا، دخلت لبسو جا كذا على البرد اللي كاين تما في ديك الايصال، وشفت ليا ماستر كمبيوتر كيتحل بحال هكا، وشفت السيستيم جي فاكتوري زيرو، جي ريان فاكتور، جي با ديبوزي لا فاكتور، وصوبت لهم شغل كانوا قدامي مع لا بورس، وقعدت لهم شغل جي بيان فولي نشوف كومون سا مارش، اشنو خصك ديك الساعه؟ ماشي فلوس، ديك الاكسبيريونس، وخديت تو شي اللي ما يقدرش يوصل ليه اي واحد، من بعد مسكين فاكتوري بثمن، وتيق وليش لحد هاد المايند سيت تاع راه ماشي خلاص غير فلوس غير فلوس غير فلوس، نحيدو شويه من بالنا، ولكن ما تستغلوش عاوتاني دوز عندي ستاج فابور في شحال ستوندار بلا ما تخلص يا خويا سير عادي، كاين شي حاجه فريمون سوفيستيكي كون بو با اكسيدي، اسيدي مشي نخدم فيها فابور واحد الشهر ولا شهرين باش ناكسيدي لها باش نحطها في ريفيرونس باش نثق في راسي فيها، وهذا مهم بزاف في التكنولوجي، شركات كبار ضخمه سيدي ندفع لهم ستاج، واخا انا على بوتونسيال وفايت عندي كاع شريك على نخبهمش ندوز الستاج نستافد، لان هذيك لا فورماسيون غادي تاخذ في الاكسبيريونس هي اهم من القرايه، كون كنتي كتقرا
او خصوصا الناس اللي كيقراو اش يديروا في الصيف، اللي كيقراو التابعه ما يديروا في الصيف راه يستافدوا بزاف. سي عبد الرزاق قلتي واحد القضيه مهمه، لي ستاج، وغنعطيكم واحد ليكزومبل علاش الصناعه الالمانيه نجحت بزاف بزاف بزاف، لان عندهم لا فورماسيون ديال، يعني الولد ملي كيوصل للكوليج كيبدا يمشي لي زوزين، كيمشي لي سوسيتي، كيقرا الصباح والعشيه، كيمشي البراكتيس، يمشي يشوف هذا النجاره، يشوف العباده، يشوف الصناعه، اكزاكتومون باش ملي كيوصل للباك هذا كيكون الشيء اللي عارف خاصنا. داز على بزاف د الحوايج، بحال شطب بزاف الديور، وعرف ديك الدار اللي بغى يستقر فيها فين بغى يمشي، واش لانجينيوري، واش تكنيسيان، واش هذا هو لا فورس ديال المانيا، لانهم فليكسيبل، لان الولد كيبراتيكي من الكوليج ماشي من البريمير، من الكوليج كيبداو لا فورماسيون ديال الصباح تيوري عشيه براتيك، وهذه هي لافونتاج ديالهم. كيفاش نكسبوا الثقافه ديال جني المال؟ انت دابا شتي الحياه عشتيها، كيفاش نربيو هذه الثقافه ديال جني المال؟ لان الفلوس كاع عزاز عندنا، عندنا واحد العلاقه عاطفيه حبيه، داك الشيء يمكن حماقو على الفلوس، ولكن كيفاش غنجيبوه؟ كيفاش نكسبوا الثقافه؟ الثقافه كتجي في جوج حوايج، لما كتخليتها حتى صغير هو الفلاج ديالك وانت صغير من عند والديك، الثقافه الماليه وكيفاش تعرف السورس مي كيجيو الفلوس كيفاش تتعامل بهم، ولا كبرتي سي باكاب تعلم الاستثمار. اللي كيتعلم الاستثمار اللي كيعرف الانسان اللي واخا كيخسر الفلوس واخا هو كيخسر الفلوس، ولكن يتعلم كذا السيد يدير واحد 20% من داكشي اللي عنده ويتعلم يستثمر في اي مجال، في التجاره، في لابورس، في اي حاجه، كيولي يعرف القيمه ديالهم، كيعرف كيفاش كيخرج كيتولد بالفلوس. سينو طبيعة الحال لكن هو عنده الكيو اي طالع وكيثق بزاف في لي مونتاج، راه يتبع لي مونتاج اون لين في يوتيوب، راه غيتعلم داك الشيء. ولكن من الاحسن يطبقه هو براسه كذا مع راسه، ومن الاحسن يدوز داك الشيء لولاده، باش ولاده يكون عندهم واحد ان بون لونسمون في يعرفوا قيمة الفلوس ويعرفوا لا جيستيون ديال الفلوس وكيفاش كتكون الفلوس وكيفاش تصنع الفلوس. ولونتربرونور ولا ما كانش عارف القضية هذه خاصه دير فاسون ايرجونت ياخذ دي موديل صحاح ويتعلم ويدير شداوين مع شي اونتربرونور اخر. شداوين مهمه بزاف في الانتربرونيا، شداوين ممكن تجي شي صاحبك اونتربرونور اخر تقول له عافاك الله يعطيك الخير ونبقى معاك سيمان نفيق معاك ونروح معاك في الخدمه تخيل 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 كومبيتيتور جديد عليا، نتعلم منه كيفاش كيتعامل، كيفاش كيتعامل، كيفاش كيخرج، شكون كيخلص في الوقت اللي كيتخلص، يعرف هذا الشداوي. لكن هو فغيمون ما فاهمش فلوس والو. طبيعه الحال راه اونلاين دابا الحمد لله، راه مال راه ولا في كاع لي كولو لو فابور تاع لا جيستيون تاع الفلوس تاع لا تريزور تاع الانترنت. عبد الرزاق، هاد الشداوين سا مو رابيل ما بتيت استوار، ملي خرجت من السالاريا وخرجت معطل وباش نتعلم لا جيستيون ديال لي زيفينمون سبورتيف اي هومان، مشيت خدمت مع واحد لا سوسي مع وين واحد لا الشداوين؟ سوسيتي كي سابيل جو تو ايفنت، سوسيتي فرونسيز هنا في المغرب، داكور، وخدمت معاهم والحريت داكور، تماره بزيرو درهم، بزيرو درهم، ولكن برافو درتي ولكن الشداوين تعلمت فريمون تعلمت، لان كانوا هما كاملين دي ريزيرفيست ديال لارمي فرونسيز، يعني دي كوموندو، وكيديروا دي زيفينمون بور لي فرونسي هنا في المغرب. ملي خدمت معاهم واحد الشهر تعلمت برافو. مزيان، لان شي حوايج اللي ما كتقراهمش في الكتوبه، مي ملي كتعيش معاهم كتفيق معاهم كتعيش معاهم نهار كامل، كتاكل معاهم كتشرب معاهم، كتشوف كيفاش كيفكر، تعيش معاه كتشوف كيفاش كيفكر، وبقيت فكر خدام معاهم. كيفاش كيخدم افكتيفمون. بس وانا في فوالا شاداوين احسن من ستاج اخويا طارق، لان شاداوين كتبقى مع لا بيرسون، ستاج كتبقى في البوست على لا بيرسون، كتشوف لا فاسون كيفاش كيجيري لي زابيل، كيفاش كيريح، كيفاش كيحل الكونفلي، كيفاش كيدير لي عينو، كيفاش كيكونترولي لا جيستيون، كيفاش كيهيمن على ديك البلاصه اللي فيها واحد لي تكنيك واخدهم في الاكسبيرون. انت كتاخد منك فقط نوطي باش دير لي كوبي كولي كتمشي بعيد، وهاد القضيه دي مهمه في الماناجمنت بزاف. وما وبافوريت اللي تلقاهاش كتبقى في عليك كتوبه، ما تلقاهاش في لي فورماسيون. ايفنت في امبوسيبل امبوسيبل، وسورتو الايفنت في الاكسبيريونس في التيران في الاوبيراسيونيل، ما يمكنش تقرا الاوبيراسيونيل تلقى المعلم ولا مشي تشري وتاكسيديتي لي توب مانجر ولا لي توب اوبس اللي كاينين في المجالات تاعهم تشاداوي معاهم. اكسلون. هذا السؤال ديال عبد الله، هذا سؤال زوين وعجبني، قال لك اشنو كنتي كتقول لنفسك عند البدايه؟ ملي مرحبا. كنتي يلاه بديتي اش كنتي كتقول لنفسك؟ جاني سؤال واعر، قلت غير يدخل لك في الدماغ. انا والله حتى غادي نقول، انا اول مره بديت كنديفلوبي بحال الفلاش ديالو في ديك 16 عام، كنت كنقول لك شنخربق، الدراري كاع كيلعبوا كوره وكيمشيو للتيرانات، انا كنخربق انا بيسي كذا، عرفتي بدات تحت في راسي. ملي بعت اول لوجيسيال في ديسكات بعته لواحد ايكول بريفي، انا باقي في الليسي تما تحت في راسي، حيت ما كاينش غادي يقول لك ما كانش لايفات بحال هادشي وما كانش يوتيوب وما كانوش لي مونتورز
كانوا الايدول سكول، لاعب كره، مغني، شي حاجه، او الكلاسيكيين، تولي طبيب، تولي كذا، احترامات لهم كامل هادو. ولكن ديك الساعه الماضي تاعي ما كانش كونتربرونور، اش كان؟ تاجك الانترنت، عاد باش لقيت انا كاين شي مشطين بحالي في العالم، راه ماشي غير بوحدي، عاد باش لقيت شي وحدين، سورتو كان في دول فقيره. وانا صافي امنت ايمانا بانني ام دوين ويل، انا في ذا جود باث، كوريكت باث. علاش؟ لقيت ان هنود في 2003 2002 كيصوبوا، ما عنده والله شوف حاجه، ما عندوش طوالك والو، ومنافسكم مشاو كيقول لك انا مع صحابي تاع ايامات الايرك، واحد لوتي دو شاس، مشيت ندير هي، وانا مشيت هنا انا خدمت في كونسنت، انا كنديفلوبي صفات اللعيبات كتكومبريسي، كتقول لي هذا كلشي انا واكل شارب وعندي لي كونسول هذيك الوقت، يعني فاضه مزيان، كتقول اوه انا مزيان. طبيعي الحال الموتوغاز اللي كان عندي في هذاك الباساج جوج ولا ثلاثه اللي معامين بهذاك الشيء وكيديروا شي حاجه بحال، اما 90% اللي بقات عندهم توجهات ستيريوتيب، هذاك الشيء عندهم قاد عارفين بغا يقراو باش يوصلوا خدموا دي منازل اطباء دي بيلوت صافي، ولكن باش يخرجوا اونتربرونور هذا في التكنولوجي في 2000 غادي نقول لك 2000 بحال هكا بحال دابا 22 سنه كتحس راسي مسطي بوغ ريبوندغ على الوليد ديالك، انا كنت كنحس براسي مسطي والناس كانوا يقولوا علاش كتخربق ترونه ودي غير تلعب في الاورديناتور، ولكن الحمد لله بهذاك التحدي والتشالنج امنت وقفت، ودابا وقفت على الشركه سوي ملايين الدولارات، ودابا كان انفيستي ملايين تحت دراهم في الشركات الحمد لله. يعني دابا انت راه عندك اكثر فرصه النجاح هي تاعكم انتوما، انتوما اللي تينيج دابا، انتوما عندكم كل شيء واضح، العكس كل شيء ولا سهل. احسن حاجه هو باباك ما شاء الله مآمن بك، تقول باباك بغى نولي كنصب الميطايفات، ما نقولش ولدك كتخرب يقول لك فازي جو وان، الاب ديالي كان يقول لك انا راه كامل الاوردينات كتاكل ايه الضو، تحت التلج كان عندنا كبير الحمد لله. دابا لا ولا العكس، يعني فازي اي واحد كيسمع هذا اللايف وباقي صغير، نقول لك صغير راه ماشي غولاتيف، راه صغار هنا يعني راه عندهم 50 60 عام، تنقز معاهم كيديروا الاي كوميرس وكيبيعوا في امازون، اول مره حل اول مره عنده كونتاكت مع الانترنت كان عنده نوكيا عادي في 2012، هو عنده عاد باش بدا ولا كيبيع في امازون، رانا تلاقيت معاه مره تخلعت، قلت له واش انت متاكد؟ ايماجين ما عندوش ايميل هذا الاول، بحال فيسبوك كنت هذا نمره التليفون، ايميل ما كيعرفوش، وبدا وصل وبغاو تلاح في الاي كوميرس كيبيع في امازون. دونك باش نرجعوا للصغر لا مونتاليتي كيسيون دو مايند سيت، اي واحد دابا كيسمعني عندهم ما بين 16 حتى 35 40 سنه يتلاح لا تكنولوجيا لي ستارت اب لي تكنولوجي، وكيما كيقول ديما بيل جيتس مع السيلوش في الساكل كيقول لك ثينك جلوبالي اند اكت لوكالي، ديفلوبي هنا وجرب في المغرب اوروبي في المغرب، ولكن كنت التوجه ديالك يكون في ريجون وعالمي وان شاء الله غادي. عبد الرزاق كون تو بارلي دو مايند سيت، المايند سيت العقليه ولا لا مونتاليتي، انا النصيحه اللي كنقول بزاف الناس قلب على لو جروث مايند سيت اي نوت فيكسد مايند سيت. شنو هو الفيكسد مايند سيت؟ نوصل ل 100 مليون، نوصل تعود عندي البارتمان، نوصل نتزوج، هذا اوبجيكتيف ليميتي. الجروث مايند سيت انك يوميا كتعلم، يوميا كتزيد القدام، يوميا باغي. انا الدومين ديالي بعيد على الاي كوميرس، ولكن كنصنت ليه، كنصنت للسيمو لايف، اي جابخون والله الا كنتعلم. واللي غايقول لي ما عنديش الوقت، اللي ما يقولش لي ما عنديش الوقت، انا في الطوموبيل كنصنت، كندير لي زيكوتي، ما كنصنتش الراديو، وكنصنت ليكم. كندير رياضه وكندير دي كونفيرونس وكنتعلم. جروث مايند سيت يوميا كتعلم، ما تقولش عندي اون ليميت، لا ليميت ملي تقطع لك النفس، ملي النفس تالي هذيك هي لا ليميت ديالك، ما حطك باقي حي ديما ايفولي. وهذا هذا هما السكيلز تاع البون اونتربرونور، ديما كيعرف راسو ما عارف والو، ديما ابجريد 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 ابجريد، هو كيطور من راسو كيطور من راسو، كيقرا وكيقرا 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 وكيديليغي، حيت ما كاينش راكم كلشي ودير كلشي، ديليغي داك الشيء صافي، ولا دخل عنده في الزون كونفور ولا بورين وابجريد راسو ويطلع. هادشي هو الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم 90% من المقاولين ولا لي زونتربرونور، شنو هما الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم في نظرك؟ دابا انت راه عندك ان فون، كتشوف ناس، عشتي الاكسبيريونس، يعني كتشوفهم كتلاقى بهم، شنو هما الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم؟ غنقول لك هما بزاف تاع لي فاكتور سوسو ملي كيتجمعوا، انا ما كانش على لي فاكتور اكسترن بحال كورونا وداك الشيء ولا جو سي با شي لوا خرجت في اخبار وتوقفات الاكتيفيتي، نعطيك ثلاثه معروفين بزاف بزاف بزاف. رقم واحد بنش مارك، ما كيقلبوش الكونتربرونور نهائيا، واش كاين شي واحد بحالهم سوا في المارشي، سوا صحاب وليدي بوحدو اللي عنده، ولا شاف كان فرنسا اون فاكونس، كان قبل ما يطلع في الايروبور بان لي واحد اللي ديجا بغى يديرها، ما قلبش واش كاينه، واش ولكن واش كاينه لا ما كايناش، وشكون اللي كيديرها، شحال كتخبى فلوس،
ماركت فيت واش اللي يدير لك الا تما غتخدم على دوك ايتود رجعوا للقاعدين دو البروجيكت ماهوش على البيزنس بلان بلو ديتاي على البيزنس موديل تاع الفكره تاعو واش خدام دوك بروبليم رقم واحد ما كيديروش لي زيتود تيجي فكره باكيت تلاح هي مزيان وتلاح وين علاش البديل من عند غامر وتلاح رقم جوج لا جيستيون دو تريزوري تاع لونتربريز كيخلط كل كيخلط فلوس مع الشركه كل ما كيحسبش كل كيخدم بالنوار كل كيبان لي فلوس كتدخل انكام ريس انكام ولكن ما كاينش بروفيت ما كاينش مال ما كاينش انفيستيسمون تالف الاخر كيوقف عليه تقدر فايت او بير كيفاش فايت كما قال له قبيله ما عندوش ديك الفاكتور تاع لي برانسيب كيبان بحال لي يا عباد الله كتحرق كيحرق لاكارت او كيقري لاكارت ديالو هو من بعد كيولي مخ الويض كيولي فيك اونتربرونور ما كيبقاش ثق في راسه مع المده تاع هو ماشي تحرك ديال الاكتيفيتي اكتيفيتي اكتيفيتي وما كيرضاش يرجع اللي يخدم له والو صافي كيولي هذيك الساعه كيولي توكسيك كيولي كونسيرن في العالم تاع الانتربرونور هذا رقم جوج رقم ثلاثه اش غادي نقول لك مالوغوزمون مالوغوزمون حاجه كبيره هو لي غوسوكس اللي دايرين بيه كتلقى دي غوسوكس نجيبهم بالفيلينغ هذا حقا كان كيقرا معايا ما بقاش يخدم خشاع هذا دوك جوج حوايج ما كيداروش هما الزواج والخدمه وي دونت هاي باي فيلينغ وي دونت ميري باي فيلينغ ما نخدمش حيت بقى فيا ولا نعطيه فرصه انت تا هو المجتمع انت راك شاريك راه قلنا لك شحال هذه الراسمالي الهدف تاعك تربح الفلوس كون براغماتي ندور بيا ناس كومبيتون ما عندكش تقول لي ما سيدي انا نعطيكم الايكويتي نعطيكم لي زاكسيون شركه ولا ما يسمى ستوك اوبشنز ولكن تكونوا سيري ومولاي وخدم حدايا اما نجيب واحد لازم نجيب ولا نعمر باش يكون عندي واحد هيد كونت هيد اوف كونت هيد كونت ديال مثلا 27 واحد تسمى انا ما بقاش في ان او تسمى اونتربريز واحد الامراض كيكون واحد لا كومبليكاسيون تلقى عند زونتربرونور توتالمون كاتاستروفي كتخرج عند لونتربريز وكتهبط هادو قلت لك ثلاثه هما اللي كنلقاهم بزاف اون كومون عند لونتربريز اللي كيخسروا بزاف طبيعي بحال لا جيستيون دو طون طبيعي بحال اللي كيدير باشا اللي كيبقى يبومبي من الماكسيموم ويخرج ريال استيت ويبني ويدير ويدير داك الشيء حتى كيوقف طبيعي بحال طرفه كيخدم دي فاسون ايليغال كيخدم سون ليسونس سون كارت تاع شي مارك ولا شي حاجه كتريب وما دارش او نيفو ليغال باغفوا كيخدم شي حاجه اللي توتالمون ايليغال مخبار واش كاع هو كيوقفوا عليه الفيس كيوقفوا عليه بالمشاكل كيولي في البينال دونك قلت لك الاولين ثلاثه نعاود نقولهم لك هي البنش ماركين والكيتيب ستادين ذا ماركت وتو ماركت فيت واش البرودوي تاعو كاين بعدا كاين ان بيزوان في المارشي ولا ما كاينش ولا كان قداش يقدر يكون عنده تخي تخي نيش عنده 1000 كوموند في النهار صافي ليش بقى الشركه هذه ولات غير قهوه دونك الشركه خص تكون عندك لا كوموند تكون انوم وتكون ريجيونال وتكون سكيلي غابيدمون رقم جوج لا جيستيون تاع لا تريزوري هو لا الفلوس ما كيعرفش الفرق ما بين الفلوس كشركه اللي عندها فلوس عندها الكونت بونكير ديالها باش يوصل لها يدير راسو اي سالير والفرق اللي فيه دوك واخا غير سولون تبروزاس في الاخر العام وفلوس هو الشخصيه اللي كيتيري ثالث حاجه الفو سونتوري افيك دي كاليبر ودي جون يكونوا فريمون لهذيك الخدمه واخا ما نقولش بونجور في الصباح tu cherches pas une famille tu cherches squad tu cherches team partenaire compétence اجي ديما يقول لك لا بونجور لا بريك لا ولا ناس هذا الكونكومبيت دخل مرو باش راه يخدم خلي غير انا انت هدف تاعك مالي راس مالي ويكون امن معك الفكره بيان سور سينا راه كيولي يكون امن بلا سوليسيون عبد الرزاق انا غندخل جوج تدخلات جوج تدخلات في لو كوتشين في لو كوتشين كون كوتش كنقول لي خذ اون ايكيب دو فوت ايكيب دو فوت ملي كيلعبوا 11 واحد كيلعبوا ان تيم ولكن ملي كيسالي الماتش كاين اللي كيمشي عند مرتو كاين اللي كيمشي عند صاحبتو كاين اللي كيمشي للقهوه كاين اللي كيمشي للبار ولكن ملي كيدخلوا يلعبوا كيلعبوا على حساب هذاك الهدف اللي بغاو يماركيو وهذاك الماتش هذه الاولى يعني ماشي مهم اننا مصاحبين ولكن كنخدموا على نفس الهدف ثاني الاشياء البارح ملي شفت سيمو لايف دار لا فيديو ديالو كتبت لي واحد الكومونتير قلت لي هاي برادر على هاد لا سيتوياسيون اللي كيعيشها البورين كتبت لي اسك يور سيلف اونلي وان كويشن وي وونت to feel good or we want to look good or we want to be good هادي ثلاثه الحوايج ما خصناش نتخالفوا فيهم لي زامي واش انا بغيت نحس براسي مرتاح وعندي سميه اونتربرونور ونبان ولا نبان زوين كاين دابا اللي كيبغي يبان زوين مع عائلته مع صحابو مع صحاباتو ويخدموا معاه باش يبان زوين ويديروا ليه البوماد على القليب ديالو يقول لي انت واعر زوين وانت انت ولد ناس عبد الرزاق انت ولد ناس ودبرت على ولد خالتك ولا to be good اللي قلتي انت اللي فهمت منك هي to be good وجبتك على لا كومبيتونس ديالك باش تحقق الهدف اللي علاش ديسكريبتيف دو بوست ما كنهضروش في شي حاجه اخرى الهدف be good don't try to look good ماشي باش تبان زوين ما عندنا ما نديرو باش تبان زوين
Exactement, exactement, bravo, très 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 bon exemple. Donc, surtout l'entreprise, la compagnie, elle est basée à l'achat. عباره على واحد التجمع تاع واحد الكفاءات في المجالات ديالهم، كنجيبوا الناس يعلمونا شنو نديروا، ماشي حنا اللي غادي نعلموا شنو نديروا، سمعت ولا ايكول خصهم يخلصوك، دونك خصهم هما كلش الديبارتمون تاعو دير هيد اوف هذه هيد اوف هذه، باش ان شاء الله كل شيء يمشي، يمشي لونتربريز حيت في الاخر لونتربريز راه كاع بحال بحال، ولكن اللي غادير لها هاي جروث ولا هايبر جروث يعني كدير لها فالوريزاسيون تاعك كتكبر، وكيعود على ليكيب وعلى كل شيء بواحد الشكل زعما كاين فريمون بالنفس ديال الفاسون ديالك ولا دايوغ جاك لانش اللي كان في ال جي كان كيقول واحد الكلمه، كيقول لك انا لا كنت نخدم شي واحد وانا بلوز انتيليجون كلوي يعني راني خطأت في الغوكريتمون، خاصني نخدم ديما شي واحد بلوز انتيليجون كو موا ذكي اكثر مني في ذاك الدومين ديالو. اكزاكتومون بروبليم ريزولفر، دي جون اللي كيحل المشاكل ماشي حيت كيعجبني ولا زوين كيعطيني جود فايب كيدي بونجور كيقول هلا ولا كيعرف يكوكي مزيان وصافو نخلصو داك الشيء، خصو هو كيحل المشكل كيدخل كيغيز نمشي بالدارجه بشويه باش يفهمونا الناس اكثر، كيحل المشاكل كتعطيه بروغرام كيقاد كتعطيه لا كونتابيلتي كيغيزها، كان عندك مشكل اللي تيجمع كليو كيمشي يصافي الخواطر وكيجي كيفاش دار اون سولفو سي تقدر غلط، عندك نتيج مع الدولة عندك جو سيبا اوفيس دي سونج عندك لا سي اس اس كيمشي كيحل المشكل، دونك سي كيم كان فريمون ما نقولش اون بالواي ان بارتنير سوليد عندك الشركة تعطي باست دان نوت دان صافي هادشي اللي كاين. انا كنقول لهم كنسميهم هذوك الناس كان انا كنت درت الكوميرسيال، انا عندي واحد لا كارير في شكل سي عبد الرزاق، بديت في لا فينونس ودرت 10 سنين في لانجينيوري دو فونت كوم كي اكونت مانجر، بدلت تبارك بدلت العالم. دونك ان كوتش ان كوتش يكون بوليفالون، ان كوتش يكون بوليفالون باش يكون في تو الموند. بديت فينوس كملت كوميرسيال، وفي الكوميرسيال كنت كنقول لهم خاصك تكون بوغيوز، بوغيوز يعني كتغيز الامور، ملي غتمشي عند الكليان غتجيب لو كونترا فهمتي ولا لا؟ ساهلين وما ترضاش ما تبقاش تضيع لنا الوقت. وكاين لي زومبلوي لي بارتنير كيكونوا نفس كيكون ما يرضعش نفس هذا النفس، ما تخافش يعني تميت ما جوست تديري تشيكين تشيك اوت لا صافي نساه حتى لوبجيكتيف كيغيز، ما كيرضاش تجي الغيميا نيكست ميتينغ ولا شنو درتي وقبل ما تدوي كيقول لك شوف هذه شوف هذه صافي على شحال حرام. عرفوا انه في لاناليز ترانزاكسيونيل ملي كنشوفوا لاناليز بسيكولوجيك في لاناليز ترانزاكسيونيل كاين لو رول دو بارون كاين لو رول دو لادوس كاين لو رول دو لونفون، و لونفون فيه واحد تخوا رول كاين لو روبيل لو سومي لو دوسيل و لا فيكتيم، واش انت غتبدا دير لي لو رول دو بارون غدير لو رول ديال الاب، والاب فيه دو رول فيه لو نوريسي الحاضن اللي كيعطي الماكله وكيعطي البزوله الام، وكاين الاخر اللي كيربي. حنا راه ادولت ادولت في لونتربريز خصنا نكونوا مقادين، انت كدير خدمتك وانا كندير خدمتي، بو غيوز كل يمشي يدير خدمته ما تحبني ما نحبك. اكزاكتو او لا ريسبونسابيلتي سي با زان لوكس، العكس راه مساعده، راه ريسبونسابيلتي كتبقى ريسبونسابيلتي، راه ماشي انا نكون توب اوف من ان بلس ان ديالك صافي حاجه وصلت لها، العكس راه كثرت عليك لا ريسبونسابيلتي والمسؤوليه والتراس تاع ان بلس ان تاعك كيطلع عليك حتى اكثر، يعني ولا كنتي انت كتعتبر الاخرين انهم تحت منك عندك ان بروبليم، يعني في اون غو هذه كنقولها لي زونتربرونور سورتو لي فونداتور كيعتبر داك الشيء ديالو بيبي ديالو ما كيسالي يفهم داك الشيء الا هو خصو وي تي بو ترونشي في الاخر عند عارف الاستراتيجي بوحدك، ولكن الكونسيل ادفايس ديالهم اللي كترومونطاو لك راه مهم جدا لانهم جيت انت لي ميور راه تيمدمجوا فيك تقاتلتي على قبل الشركه باش تكبر باش تخلص لي ميور وتهلا في لي ميور وفي الاخر تقول لك You know what? Yeah, it's not clear. Let's do that. No, Shreef. It's going to be very pragmatic. It's going to be more safe than that. Go, let's see the khatera, Shreef. Yallah, I'm going to be able to make a deal. I'm going to be able to make a deal. Alors, monsieur, I'm going to be able to make a deal. Because I'm going to be able to engage the bonus. ولكن باقي زعما يعني كتجلس مع شي اكسيون هادي سي تري تري امبورطون باش يحس براسو راه سكواد كما قلتي انت فوت تيم ماشي خدام وبومبيو من الماكسيموم فعلا. واش كلشي يقدر يكون اونتربرونور عبد الرزاق؟ نو نو اند نو هادشي علاش كاين واحد لو تيست راه كاين اونلاين علاش هو القضيه هادي مزيان جيتي ماشي في الصميم جيتي في القاصد انا ملي درت الميديا ديجيتال انفيست اللي هو بورد د انفيستيسمون كي صافي الميديا ديجيتال انفيست ما تعرفات بان انا وين مؤسسه مانحه كنعطيو لي فون لي ستارت اب بالحاجه برايفت وبلونج تو نو وان، حنا اونصومبل تاع بيزنس انجل كان انفيستيو في شركه ناشئه، جاو عندي في هاد لاصا اللي جالس في دابا دي ديزين سون با دي زونتربرونور وفهم اونتربرونيا غالات باش نقول لك جاوبت علاش
اللي هو اونتربرونور يسحبها هروب من واحد البوس في الشركه، اونتربرونور يسحب غير فقط الليبر، اونتربرونور يسحبوا اون فوا غير عنده شركه وعنده الكاشير غير يدخل الفلوس. كيسحبوا الاونتربرونور هي ديك الفيك فريدوم، كيسحبوا واحد الفريدوم ديال فين ما مشى غادي يخدم ويدير. راه وين انا وين واحد الناس، انا واحد الناس، كاين واحد الناس راه ما يقدرش يديفلوبي وما يقدرش يتلقى الجاي المسؤوليه، كيبغي ديما يبقى واحد موراه. لكن واحد تيس اونلاين كتجيو واحد ديك السوم بزاف كيجيو مكوش اونتربرونور ماشي اونتربرونور اون جو. لا كان لومبلوا اللي كيخدم من 8 ل 12 ل 6 وعنده 20 يوم، من 9 ل 12 ل 6 وعنده 20 يوم تاع الكونجي، من حقه يقدر فيه يطفي في التليفون في العام، ومن حقه مرصد في التليفون سوف لما كانش عن الماناجر اونتربرونور ما عندوش هادشي. ولا كان لومبلوي عنده ان سالير فيكس زائد لي بريم ويقدر يمشي شركه اخرى وبلا ما يشوف الاخرى طيح ولا ما طيحش، اونتربرونور ما عندوش هادشي. اونتربرونور كيفيق لو بوزوان اللي عنده هو الشخصي في الشركه تاعو باش توصل. المشاكل تاع الضرائب وتاع لا سي ان اس اس وتاع لي فورنيسور هما اللي كيفيقوا في الصباح. وكون على يقين السي اونتربرونور اللي كتصنت دابا اللي بغات اونتربرونور، ستريس ولا بريسيون اللي غتحس بها في هذيك الفيقان ديال 6 الصباح ولا 7 ولا 8 اكثر من ديك ستريس لا بريسيون اللي غادي اللي غتفيق بها وغتفكر واحد المكلخ لواحد المكلخه كيأرسو ليك في الخدمه. راه فوا ديس فوا في الاخر غتقول مي غتمشي وانت ما عارف الشبكه كاش يقول اللهم فلان لا فلانه كنعرفو نراري وبها وكنسلكو. اما انا كل عندك 14 15 كانال دو بروبليم ها الخدامه يتخلص وهذا هذا لي فورنيسور شغل فيك كدير هادشي تاع الكوميرس مشاكل عظمى. شو ما كنتيش مقاتل ان فايتر ما دماغك وعندك واحد الباشو كبير تاع الصدمات بلا ما تعطفونا يعني. ما كنقولش بحال انا غنتخبطونا كانت غنتخبطونا اي مان ذيس سير ناو انا كنقول لك باش تبقى على الحقيقه على تامات بيان سور دي بروز اند كونز. طب الحال غنتخبطونا غير انليميتد جروث كتوصل ليه تقدر هذيك الغير فريدوم اللي كتقرا عليها في الافلام وكتشوف دراك يقولوا غتوصل لها. لك راه ما ساهلاش راه غتضحي بزاف مع العلم ان كاين شي وحدين في لوجيكتيف تاعهم في نونسيغ لا كادر في لومبلو في الخدمه العاديه في الاوتو كومبلو يقدر يدير اكثر من ذاك الاوتو برونز. دونك سوي تيستي راسو يشوف شنو عنده اشنو باغي في الحياه لي زوبجيكتيف ديالو ديك الساعه يمشي. انا كان ملي كنمشي كنفورمي عبد الرزاق ملي كنمشي نفورمي في لي سوفت سكيلز وفي تسكي كوتشين مونطال كون جاكومبان دي جون كيقول لي درتي واحد القفزه كنتي في السالاريه. انا كنت في السالاريه مده 17 عام، انا خدمت 17 عام خدمت في فايزر 4 سنين ونص ومن بعد 11 عام في اورانج ميديتال وقبل واحد 3 سنين في انتي سوفت. هذه المده هذه اللي خدمت 17 عام وخرجت نقصت لونتربرونيا كيقول لي انت نقصتي حنا ننقزو. كنقول لي اطون راك ما عارفش شنو هي تنقز. راه ملي غتنقز انا كان عندي البادج، البادج كان كيفرض عليا انني نمشي مع التسعود نباجي وندخل البيرو ديالي كنقلبو نشربو قهيوه 11 ونص اون فا مونجي كوا اوجوردي شنو غناكلو فين نمشيو ناكلو كنضحكو لي زوبجيكتيف على قد الحال كنسلكو معاهم بخير الحياه اليوميه. ملي كتخرج ما كيبقاش عندك البادج. ما عرفتش واش كيسمعني عبد الرزاق ولا لا لان بالي الريزو ما كاينش. جاوبوني واش عبد الرزاق كيسمعني ولا لا. عبد الرزاق مشى. باقين كتسمعوني؟ شو عبد الله واش باقي كتسمعني؟ عبد الرزاق مشى. المهم غنكمل لكم بين ما يجي. ملي كتخرج ما كيبقاش عندك ديك لا ديسيبلين امبوزي، يعني شي واحد اللي كيفرض عليك انك تجي في واحد الوقت ولا دير، يعني كتعود ديك الحريه الشامله. ولكن ضد هذيك الحريه اش كيوقع لك؟ ما كاينش داك داك الفيغمون اللي كيجي، ما كيبقاش الصالير يطيح. وملي ما كيبقاش الصالير يطيح كيعود عندك واحد لو ستريس خطير جدا. وهذه هي اخطر شيء. انت كنتي مرتاح، كنتي عايش الحياه، كنتي بخير، من بعد اش كيعود عندك؟ كيعود عندك لو ستريس، يعني كل يوم خصك تدخل فلوس، كل يوم خصك تخدم على راسك، ما غتبقاش واقف. وهذا هو اخطر شيء في لونتربرونيا. اما لا عادوا عندك دي جون، عادوا عندك ناس. عبد الرزاق مشى وناطوندو يجي وانا معكم. ملي كيكونوا تابعينك ناس مخدم 10 ولا 15 مسؤوليه ديال 15 ديال الناس. يعني اهم شيء سي عبد الرزاق هو رجع، اهم شيء انك عرف راسك انك لا خرجتي. خاص تكون عندك المناعه النفسيه بحال كنهضروا على المناعه الجسديه والمناعة النفسية يا أصدقائي. المناعة النفسية بأنك تخرج لواحد الحرب. حنا ما كنخلعوكمش وأنا ما كنخلعكمش،
اسمح لي ضربت شريحة. نمشي. لا ما عرفش عش مش سهلة تتقطع. وكان سوسي وكان سوسي، المهم الناس راه صبروا معنا وبقوا معنا. اللي كنت كنقول عبد الرزاق، خص تكون عندك المناعه النفسيه باش ملي تخرج راه كاين ان تشالنج، ما نقولش كاين دي بروبليم، كاين ان تشالنج. وما كاينش ما كاينش ما كاينش كاين كاين لو باطون بزاف، وما كايناش الجزاره. الجزاره ديك لا كاروت ديك اللي غتاكل راه ما كايناش. ما خدم ولا ما تخدمش الجزاره، ملي كنتي خدام خدم ولا ما تخدمش، ولا دير 8 السوايع ولا تسلت ولا شرب قهوه، سالير فيكس عندك في الكونترا كيدوز. ولكن ملي اونتربرونور راه الكليان كيتسناك، وكاين مشاكل ديال مع الكليان غنهضروا فيهم من بعد. الجواب ديالك كتقول لي ماشي كل شيء يقدر يكون اونتربرونور. لا ماشي كلشي يكون اونتربرونور، وخاصو يعرف يشاداوي دي زونتربرونور دو تخوا جور، شي واحد عزيز عليه ويكون عنده نفس البروفايل، نفس القرايه، نفس المايند سيت، نفس لا فامي، نفس لي ديبونس، يشاداوي يعيش معاه واحد 3 ايام 4 ايام ويشوف واش هو يقدر يكون بلاصتو، سورتو او نيفو ديال الانكار، لان دي او اي دي با في زونتري تاع لي شركات بافو كي دو بروبليم كبار مع السبلايرز، مع لي فورنيسور، مع الدوله، مع لا سي ان اس اس، مع الخدامه، مع لاسيرونس، هذه دي بروبليم اللي كيقدروا يخويو لا تريزوري وتبقى انت ما عندك ما تاكل. يعني فريمون هذه القضيه ديال الانكام، ولا كنتي انت سورتو لك ما حدك ما غي وعندك ولاد بزاف، تحاول تفكر 1000 مره قبل ما تطلع اونتربرونيا، لان غادي تلاح واحد الحاجه اللي ماشي مجهول باين، راه ما تخسرش ليا شي حاجه ما كايناش، ولكن كيتعطل باش كيجي فيها الامكان. يلاه دير لك لاينت، يلاه تفيديليزيهم، يلاه بداو يخلصوك، يلاه غتبالونسي دير بريك ايفن سي، كتدخلوا ولي كتخرجوا ولي كتدخلوا، يلاه غدير لا مارش شويه واحد عامين 3 سنين عاد باش دير ديماج اللي غادي يوصلوا لك الصالير ديالك القديم، عاد باش من وراها ديك الساعه نقدروا نقولوا انك توصل واحد الهايبر جروث في المجال تاعك سميتو. ومع ذلك خصك ضروري تشوف واحد لو تيست لكن اون لاين، كتلقى شي حاجه فواحد الكيستيون بيرتينونت، وتحاول انت اللي كتشوف فيها دابا في لايف تساوب عليهم بصدق، ما تنافقش راسك. هذوك من واحد ل 10 بوغ شاك كيستيون، كانت واحد واحد جوج جوج مع 7 8 8 وجاوب، وهذيك الساعه غادي يخرج لك. غنشوف الا لقيتو ولا نسيتو سي طريقي بارتاجي، كيعطيك غيرمون واش انت تقدر تمشي لونتربرونيا ولا ما تمشيش. سيفطوا لنا، الله يبارك فيك، سيفطوا لنا سيفطوا لنا باش الناس يفهموا راسهم. انا احسن نصيحه اللي نقدر نقول لكم اللي بغى يخرج يكون اونتربرونور، هو يتعلم لا ديسيبلين. لونتربرونيا كتساوي لا ديسيبلين، الانضباط بزاف، سورتو مع الكليون خويا طارق، حيت دابا البوس تاعك واللي خدامين معاك صبروا معاك، انت تعطلتي ولا خليتيهم ولا درتي كونجي مالي ديال بعاني، ولكن الكليون مش مع ديسيبلين ما يسعد التليفون، ما بقاش يجاوبك بالحقه وما يصرحش علاش. الكليون انت في با لا كوريكسيون، يقدر تصيفط المارشي وذا وما يجاوبكش وما يقبلوكش وما يقولش كذا، اني با اوبليجي يقول لك علاش، راه ماشي فورماتور، ماشي الامبرسيون عام، ماشي الديبارتمون اتش ار اللي غيدير لك لا كوركسيون، لا خصك تكون ديسيبليني مع راسك. ما تنساش كليون ديسيبليني راه مارشي ديسيبليني، مارشي غيزيك تقلك، وتكون عندك لي باغ شوك واجدين، وتكون كتصبر لا تبكي وغايلك غير غرو، غتحس بالظلم، هذاك هو نورمال، هذاك هو العادي باش تفتح شركه، باش تولي شركه تسوي ملايين الدولارات وملايين الدراهم تدخلها في الشهر في العام، راه هادشي اللي غادي يتبعك، راه غياني فاسين، ولا لقيتي داكشي غادي فاسين اكثر من المقياس فوسو غوفوار لي شوز، ديك ما غاديش حاجه عيب ليك، سامثينغ از رونغ جايز، شي حاجه كاينه شي عاطفه اللي جايه كاينه، يعني عاود يقلب ما يبي، حتى يقدر يكون طاح في شي حاجه جديده، الادابتر هو اللي دارها، ولا عنده شي طاح على شي فرونشيز، ولا شي حاجه دايره بوم من بعد غدا الله. ديك الحالات خاصه جدا جدا بحال البوكر، ما نعوش عليهم باش ندخل لونتربرونيا، غير سير باش نقمر لا لوتري. دونك نو لونتربرونيا هو العيا والتكرفيس والتسخسيخ، ما نقولش كنا هاد اللي كيفيق مع 5 الصباح، تقدر ما تنعسش كاع 24 ساعه، تكون انت في شي مصيبه بوست مزاوله، ولا ما عندك شي مشكل، شي واحد في الوداد تاعك وصل الخدمه وقعت لي شي حاجه، راه في السين طاق دير شي محضر، راه الفو اني سو بوان، لانك شي حاجه انت ما تبانش لك. زائد انا خاطر الكليون يكون ماشي، اش غنقول لك، ماشي سكام، بونس واحد في الكومونتير ديال هذاك التيست، وقال هو هذاك اللي دايرو، جو ترجع نتاكد داولو بزاف ديغنيامون، صافي بليزير بوغ فيغ لو تيست تاع واش تقدر تكون مخطط. انا غنحاول اخر تاع المقاوله،
تنخر فكرني نتك راه في غونس مقاول وستارت اب هذه راه قرايه اخرى عرفت انا واخا اوكي اشنو الفرق اللي في رايك بين الناجحين والفاشلين؟ بلات نحيي البلوتوث الناجحين كتسمعني مزيان اخويا طارق كنسمعك بارفيتمون داكشي زوين حيت البلوتوث وي كان كيدير المشاكل الفرق ما بين الناجحين والفاشلين نجاح الفشل مايند سيت كما قلتي حتى قبيله عقليه واش تبغي تبقى نجح ولا تبقى فاشل الفاشل اللي قلتي واحد الحاجه قبيله الفاشل عمره ما كان ناجح ولا فاشل اللي ناجح كيبقى ديما ناجح الفشل مايند سيت عقليه واللي يكون فيكتيم عقليه الضحيه عقليه الاخر عقليه الاخرين كيبقاو مع شكون موراهم عقليه كندوي على المقاوله عقليه تاع ان هذه البلاد ولا هذه المنطقه اللي فيها حنا راه ماشي تاع النجاح واللي ناجحين هذوك حالات خاصه وما يمكنش يكونوا غاديين ليغا هذه العقليه هي تاع الفاشل والعقليه تاع النجاح نهار الاول كتلقى ناجح كيبقى ديما ناجح واخا يخسر خسران لحظي انا خسرت الشركه درت جوج خسرت فيهم عاد درت موتور بوان ما بين ويبو وموتور بوان ما خسرت يعني خسران حاجه عاديه بروسيس كاين واحد البروسيس كيقدر يطلع ولكن الفشل حقيقي في الانتربرونور هو الفشل ديال تاع العقليه تاعو واش هو فاشل ما فاشل دونك فو ريبوند كيسيون تاع قناعه واش انني انا غنجح هو الفشل والنجاح راه كاينه اون كورب كتسمى لا كورب ديال لو دوي كيوقع لك لو شوك كتوقع لك لا ريفولت من بعد كتوقع لا بور كتجي لا ديبرسيون انت كنزلتي انت نزلتي يعني انت وقع لك لو شوك وكنتي درتي لا كولير لو دوت لا بور لا ديبرسيون ملي كدير لاكسبتونس وشوف راك هادشي كتمر منه كدير لاكسبتونس لا ريشيرش ديال لو سونس كتمشي لا بروغريسيون وكتمشي ليكسبونسيون كتكبر علاش لانك كتعلم لانك كتعلم خذ الفشل انا النصيحه اللي نقدر نقول للناس خذ الفشل واحد الطريق انك تعلمتي ديك الطريق ما خصكش تدوز منها راه ولا بدا ملي خسرتي ما سونتي راك تعلمتي شي حوايج عبد الرزاق ملي درتي ما سونتي تعلمتي بزاف د الحوايج اللي ما غتعاودهمش طول عمرك درس خطير اكزاكتومون الماسونتي تعلمت فيه بروبليم تاع البنش مارك ما درتوش مزيان قالت لك ثلاثه الحوايج على النجاح من الاول بنش مارك اتيود تما اللي كنخرج عليا في ماسونتي باغمي لي بروجي اللي خسرت فيهم واحد النقطه في الفشل كنت قلت لك قبيله لا بليبار كنلقاهم فاشلين في حياتهم المهنيه في انتربرونيا تلقى عندهم بالضبط مشاركين واحد 80% في القضيه تاع الضحيه الاخر هو المشكل وانا ضحيه الشركه الاخرين شادين المارشي هادشي علاش الشركه تاعي ما نجحاتش الاخرين عندهم وينين برودكت في الايكوميرس وانا ما عنديش الاخرين ما عرفتش شكون اللي كيعطيهم شي حاجه انا ما عنديش دونك هاد القضيه بالفور كونفيرمي انك الانسان حيد عليه غير بان المشكل راه فيه هو ماشي في الاخرين وحيد عليه الكاسكيت تاع الضحيه او اللابيل تاع الضحيه راه يقدر يتحول من فشل الى نجاح عبد الرزاق غنقول لك واحد اليوم كانت واحد لا ديسكوسيون عندي واحد لو كوتشين مع ملتي ناسيونال غنعاود لكم غابيدمون باش تستافدوا باش نوريكم هاد القضيه اللي قال السي عبد الرزاق راه مهمه عندهم هاد لا ملتي ناسيونال عندهم 26 بيرسون اختاروا 26 بيرسون في شهر 9 قال لك غنديروا لهم واحد لا فورماسيون كوندونسي في 8 ايام وعطوني انا يومين معاهم اللي غندير لهم لو كوتشين اي لاكومبانيومون ولكن شنو قالوا لي بقاو كيقولوا المهم ملي درنا لا ريونيون دو كادراج سور سي في اختاروني كوتشين مونطال اكومبانيومون ملي درنا اليوم لا ريونيون دو كادراج افيك 3 ديريكتور بقاو كيهضروا قالوا لي غنديروا لهم كذا غنديروا لهم فورماسيون هنا في دي دومين نقدر نقولهم جيستيون دو ريكلاماسيون هيلب ديسك جيستيون دي تيكي هيلب ديسك جيستيون دوكيمونطاليست جيستيون كوميرسيال ان بو دو فينونس وقلت لهم هادشي راه عمرهم داروه قال لك لا ولكن نتوما الدور ديالك طارق انت غدير لهم هاد الكوتشين ولا جيستيون وغدير لهم ان كويز قلت لهم علاش غندير الكويز قال لي غدير الكويز وغتنقطهم سور 20 وانا نسول داك السيد قلت لي يعني دابا هاد الناس هادو بغيتو فو فولي ليغوي فيغ دوطخ بوست قال لي ها انت فهمتي غانفيستيو فيهم لا فورماسيون وخصنا نخرجوا منهم شي حاجه اللي غتخرجنا لشي حاجه باش يبقاو معانا ولا الباب وكنت كنهضر مع الولد ديالو شنو قلت ليه دابا
لا بيرسون هذيك اللي غتجي ضحيه، غتقول لك انا اش غيعلمني الطريق، اش غتعلمني هاد الامياء؟ عبد الرزاق اش غيقول كاع؟ شكون هو؟ هو كاع اش يقول لي؟ وراه هو حك دبر على راسه وجا في 2012. قلت ليه شنو غتجي؟ غتجي كعقليه الضحيه، النيه ديالها ما باغاش تتعلم، ولو جوجمون، ولو جوجمون الحكم. عبد الرزاق شكون هو؟ طريق ما كيفهم والو، فلان كذا. قلت لي ما غتتعلمش وهي ما عارفاش انها راي لي نوطي. قلت له وهي غتكونتاميني، غتعادي شي وحدات، غيعود واحد لو كلون ثلاثه ولا اربعه، وفعلا غنوطيهم حنا كاملين. انا ما كنعرفهمش ولكن الكويز غينوطيهم على 20، 20 نقطه غتجيب 8، وعند جيستيون دو ريكلاماسيون غتجيب 4، ويب هيل ولا الهاد ديسك غتجيب 6. في الاخر يقول لها الباب الحباب، ملي غتخرج اشنو غتقول؟ غتقول ولاد الحرام داكشي اللي كنت كنقول، ما بغاوش يفورمونو كيضحكوا عندنا كلشي. ميركنتي لا لا انت غير مطالبتي انت غير المشكل، حيت فكر في المشكل، المشكل هو الاخر ماشي فيه. والانتربرونيا كشخص انتربرونور ولا كان فيه هذا، او خلي الشركه وكان فيك تيلي كوميرسيون تاعهم، قول لهم ما عليكم والو، راه الكونكيرون هو اللي كيرشي المارشي، راه الكونكيرون كيحبطهم. اما تقول لهم لا لي بغا غبيط، كاينه الديمقراطيه في المارشي، لو ميور غان غادي يمشي، غادي يجي في المارشي وغادي يجي. دونك حتى ولا كنت اونتربرونور كتفكر بهذه العقليه تاع الفيكتيم تاع الضحيه، راه اون باغالي اون كاتا كاع اللي معاك اونتربريز غادي يوليو، غادي يوليو العقليه تاع الضحيه، والاونتربريز غتولي هي ضحيه كما قلتي انت، غتجر المشكل اكثر ما غادي. سي لا كولتور دونتربريز، كتعود اون كولتور دونتربريز، قويت الضحايا غتعود هذيك كولتور ديال الضحيه. برافو فيكتيفون. دايوغ غنعاود لك واحد النكته باش الناس ما نتقلوش عليهم، غنعاود لك واحد النكته. ومهم هي نكته دينيه ولكن ماشي مغربيه. قال لك واحد ثلاثه فرنساويين، فرنساوي الماني واسبانيوني، تلاقاو مع جيزيس لو ديو ديالهم عيسى عليه السلام، مع احترامي الجماعه هذه نكته. عيسى قاس هذاك الاسبانيوني كان كيعرج وهو ينوض يجري، قاس ذاك الالماني كانت مقطوعه على يدو يتنبت لي يدو، يلا بغى يقيس الفرنساوي قال لي نو مو توش با جو سوي اون اغي مالادي، يعني خليني في لاغي مالادي ديالي، خليني مرتاح. شوف اللي عندنا بغى يبري، بغى يداوي، بغى يداوي، بغى ينوض يخدم، ما بغاش يخدم، فهمت ولا لا؟ نو مو توش با جو سوي اون اغي مالادي. لا عندنا عقليه الضحيه وعقليه ديال الثوره، الثوره ان كل شيء ولاد الحرام وكل شيء شفاره، كل شيء الاغنياء ما مزيانينش. اخطر شيء تامنوا بي يا اصدقاء هو ان الاغنياء ولا الحرام. الشعب راه بحالي بحالك، راه انا بديت قل منك كيقول لك كي تيشوفك الشوفه تاع واه قول لي شكون موراك او دير الله يهديك، راه نفس لي كونديسيون فوا بير، راه داك الشيء اللي خبالك ما عندنا اكثر من صافي، كتقول هذا ضحيه، هذا توكسيك، هذا غادي يمص منك الايجابيه اللي فك، كتخليه وكتمشي للي موراه اللي بغى يستافد. عبد الرزاق خصنا عن هاد الناس اللي كيتفرجوا فينا الله يخليهم عي يفكروا في واحد القضيه. انا كنحب الاغنياء، عرفتي علاش عبد الرزاق؟ عرفتي علاش؟ حيت الاغنياء، انا عندي اصدقاء اغنياء، كاين ناس لاباس عليهم الله يبارك ليهم والله يزيدهم من نعمه. علاش؟ مخدم مع الجارديني، مخدم مع جوج خدامات، اللي كيغسل الطوموبيل، اللي كذا، ولا بقينا حنا كاملين فقراء، عبيناتنا فقراء، ناكلوا بعضياتنا، غناكلوا بعضياتنا. راه خاص الاغنياء، راه دي الحياه. تشوفوا النجاح، تشوفوا النجاح، حيت النجاح كيجبد الناجحين وكيفشل الفشله. حنا نجبدوا الناجحين يخرجهم ويمشيو يخدموا باش يقولوا ات وركس سا مارش، جو بو اتر بحال هذا، تقدر بحالو. شفتوا دابا ولا انترنت ولا تكنولوجي، ولاو ما بقاش واحد المجال محدد حكى على واحد الناس اللي هما قارين واحد القرايه اللي كان ما يمكنش يقراوها هما حتى الفلوس. نو جا دابا الانترنت دار الدمقراطه ديال كلشي، ديال القرايه، ديال العمل، ديال البيزنس، اكسي لي زوتي، ولا كلشي ساهل. انا كيجيو عندي دابا شي وحدين مصوبين شركات، والله العظيم ما ديفلوبا حاجه، خد هذا الاوتي برونشا مع هذا الاوتي، دخل يوكا صوب بوتيكا برونشا مع اللي برونشا مع هذا برونشا مع واحد سيرفيس كيحط لي برودوي برونشا مع واحد تاع الماركتينغ، كيبقى غير يجيري كيبرونشي وقف هذه وقف هذه. سهل من كتلقى واحده مثلا كتقول لك انا ما نقدرش نصوب اي كوميرس، ما نصوبش التكنولوجيا، ما نديرش، وعندها مع الباج فيسبوك وتعرف تصوب البوز، عارف دير كومونتير، هذيك لي زوتي سهل من هذيك الباج فيسبوك وسهل من هذيك الكونت اصلا. لا جيستيون ديال يعني كيسيون دو مايند سيت، واش بغيت ولا ما بغيتش، والناس كيسحابهم واحد لا باري اللي اوت راه بزاف. نو 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 لا كتبي كتقرب لك كتجيك قصيره والو سي غيان ان بو دونغلي ولا ان بو دو فرونسي، يقدر يمشي بجيت جميع المجالات تاعو يعني، ولا بغيتي ولا ما بغيتي.
هذا اللي بغيتي ولا ما بغيتيش في لو كوتشين. شنو كنقول لهم؟ كاين ان ميتا بروغرام، واحد البروغرام كبير اللي في الراس ديال بنادم. كاين ناس il veut éviter la pauvreté، بغي يتجنب الفقر، هذا غيبقى في الفقر. عرفتي علاش؟ حيت باغي يتجنب فيه نيجاتيف، باغي يتجنب، il veut juste éviter، يعني يقدر يعيش غير بشويه وصافي. كاين الناس il vont vers la richesse. غنعطي مثال، الناس اللي كيلعبوا ولا كيتفرجوا في التنس، ملي كتشوف التنس كيلعبوا كيكونوا يلعبوا بيناتهم، كاين واحد il veut il veut éviter de perdre contre Nadal. Nadal شنو كيقول؟ المايند سيت ديال لو موند، il veut gagner le tournoi ou il veut gagner le point. Il veut pas éviter de perdre le point. Il veut gagner le point, le set, le jeu et le tournoi. يعني انت فكر واش tu veux éviter de ou la aller vers. يعني حدد الهدف ديالك انت فين باغي تمشي، la mentalité ديالك فين باغي تمشي، ماشي اش بغيتي تيفيتي. داكشي اللي بغيتي تيفيتي غتلاقى به. قول عاشنو بغيت انا، حدد شنو بغيتي. شنو هي المونطاليتي ديال سي عبد الرزاق اللي خلاته يتميز، اللي خلاتك توصل لهذا الشيء اللي سولتك؟ بغينا ندخلو حك. شوف عبد الرزاق، نقول لك واحد الفكره ملي كنت اليوم كنوجد في راسي، ملي كنت كنوجد كنقول اليوم غنتلاقى مع سي عبد الرزاق، شنو هما؟ فكرت في واحد القضيه، قلت كاع حنا عندنا 800 غرام ديال لي نورون كاملين بحال بحال، يعني العقل اللي عندنا الا جيت عبرت العقل ديالي مع العقل ديالك مع هاد الناس اللي معنا غنلقاو بحال بحال، دي نورون لا شيمي، واحد الكيمياء ديال الهرمونات كلشي. ولكن هاد لوتي العقل غنشبهو بآله موسيقيه، كاين اللي كيخرج لنا موسيقى زوينه، واحد الريتم واعر ديال لا موتيفاسيون ديال لومبيوس، واحد غيخرج لنا موسيقى حزينه، واحد غيخرج لنا شي تخربيقه ما كايناش، واحد غير تين 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 شي حاجه اللي غتقمشك، كلش غيخرج من هاد لوتي. انت هاد لوتي كيفاش استطعتي بلا مونطاليتي ديالك تخرج به موتور بوي ما ما سونتي ويبو هاد الفند ديالك؟ كيفاش اشنو هي لا مونطاليتي ديالك؟ هي لا مونطاليتي تطورات، اما تطورات بحال قلتي دي كومبوزون دو مودول كيتزادوا، ولكن كلهم اون كومان الاول هو لا ريوسيت لو سوكسي ساكسس هو الهدف. ملي كنت صغير نقولوا في التينيج، يعني ملي كنت نقولوا في مراهق 16 عام 22 هو التحدي، كان عندي لا مونطاليتي تاع التحدي. علاش فلان دار انا ما غنديرش، لا في قرايتي لا كيفاش خدامين لي كونسول، علاش خدام هاد لوكونس اللي صوبه مالو احسن مني. ولكن ملي تلاحيت لافورماتيك كنقول هاد لونغاج بروغراماسيون كيقولوا صعيب، صعيب عليه وماشي عليا، كنتحدى وكان عزيز شي واحد يقول لي هادشي صعيب ما غاديش ديرو انت، واحد دو كيركز عليا وانت واحد انا عارف كيعجبني وكنمشي وكندير شي مايلستون، كندير مع البارفو دي باكبار ولا مخباريش، داكشي راه كبير. كل جا هو قال لي ودي راه داكشي راه كبير، يقول لك انت ما غاقدرش وكينقص منك سورتو انت ولد الشعب، زعما كاين جيم من النص وانت داكشي عارف شي بي سي. حنا كندوي على 98 97 حتى كتبان لي منطقه شعبيه كدوي على الاورديناتور شي شي عرس كتمشي ليه ولا شي ما كاولدي شي قاعده كنقول ملي قال لي لا غادي نوصل غادي نوصل ليه بان داكشي اللي كيكون ما كاينش. التحدي هذا خلاني نديبي في هذاك الشيء اللي كندير وغادي نمشي فيه، ويجي المايند سيت الثاني هو انني ندير الفلوس من هذا الشيء فريمون. اي بلاصه كنقولها كنكون في ستيج كنقول لايف، انا وليت راس مالي في 2007 2006 كذا 20 سنه وليت راس مالي، يعني فريمون كنفكر نخرج الفلوس من الدومين اللي كنبغي انا وكنتحدى فيه الشركات اللي انا فهمت. درت الفلوس بتاع شاب عندي ويبو كان صوب لي سيت عباد الله، شركه بوحدي من واحد المنطقه اللي زعما كاين ما غالياش فيها المعيشه، دونك ولات لا مارج ولات كونت بونكير كيعمر، وليت كنبرز ذاتي وليت كنحس براسي. مني جا المشكل وطاحت ويبو كشركه وانا مزيان لوزين سامثينغ هيلتي فور اونتربرونور، عقت لان راه ماشي غير كيسيون فلوس وكيسيون تحدي، راه خصك تصوب شي حاجه اللي كتسكيلي وتكون سوليسيون شي بروبليم. ترويزيام مايند سيت يعني هيلبر بروبليم ريزولفر، هاد المايند سيت هادي هي اللي خلاتني اش كنصوب صوبت موتور فاي، لان كان عندي انا مشكل نسيت موبيل ما قدرتش نسري اونلاين، واستعملت لا تكنولوجي والخبره ديالي في المجال تاع المقاوله والخبره تاعي في الديفلوبمون بصوبت واحد لا سوليسيون. وهدف تاع مادي ما نكذبوش الله يقول لك اللي كاين، هدف تاع مادي ندخل الفلوس من موقع بيع وشراء السيارات عبر الانترنت في المغرب، هو عباره على حل مشكل كبير ديال الناس اللي خارج خلي خدمتهم، الناس اللي ما كيفاش طوموبيلات، الناس اللي ما كذا كذا كذا. ومام طو هذا هو المايند سيت الثالث، الموديل الثالث زاد، لان التحدي وربح المال
او تصاوب تكون سوليسيون دار بروبليم زائد عارف لو سوكسي عارف لوبجيكتيف ديالك كتخليك ريالمون كيولي عندك مايند سيت ما نقولش ان وينر لان انا كنعتبر كروسي ان ريال وينر ام ستيل وينين سام ماركتس ولكن مع المده غادي يبدا يبان لك بانه دابا تحت واحد المجال جديد تاع الانفيستيسمون انفيستي في ستارت اب مشيت لوتر كوتي قبل كنت انا كنمشي على ليزانفيستيسور يعطوني فلوس دابا ولت من ليزانفيستيسور اللي كيعطيو فلوس فهمت شي حوايج ما كنتش فاهمهم شحال هذه المايند سيت اللي كيجي عندي دابا هو بي انفستر دونت بي شارك لانني تلاحت الانفسترز سايد اكتشفت بان نقدر تولي قرش ودير عبار الله ديالهم لانه كنكون واقفين عليك وهنا كنشكر جلال عويطه في هذا اللايف اللي كان شافوا السيف والاصدقاء ديالو جلال عويطه هو المونتر ديالي سي جابك تبغى تسولي شي سؤال كونتر مور مونترز والله الا كتبدا والله الا كتبدا هو اللي كنت كتشوفو مونتور كاتبها انت محاور بروفيسور ديال الله وطريقته تخبر نفس الاسئله كيسول طغمي لي مونتر ديالي اللي حطني في الطريق الصحيح ورد لي لي برينسيپ ديالي هو جلال عويطه محاور معروف السوسيال والونتربرونور اللي مخبي اصلا تري غون اونتربرونور اللي يهضر الزهر لو عندك لي مويه عطاك الله غتعاون لي زونتربرونور عاونهم هذيك لي زيري برينسيپ ما تستغلش الفرص على الشيء اللي خاصهم كوتشيهم اكسيليرهم انكيبيهم وعطيهم هذاك الشيء اللي غادي يقدم وخليهم يكبروا وكبر معاه دونك هنا ها هو ما انت تخد زاد تاع العقليه تاع نساعد هو الى سونسور ماشي استغل لي زوبورتونيتي يعني ماشي نلوح الراسماليه نجبد الراسمالي اللي فيا ونبدا نحافظ ستارت اب اللي كاينين عندي في المجال ديالي نو ها هو المايند سيت هنا نرجعوا للكونسلتينغ اللي عليه في الاول وضروري تكون تغوتوا بالناس اللي فاهمين المجال ويكون سابقينك في المجال دونك هذا بور ريبوندغ لي مايند سيت دونك ولا اربعه ايامات ديفلوبمون في الايكوميك صغير بغيت تحدي ثاني حاجه زاد عليه وليت بغيت راسمالي عندي العقليه تاع راسمالي اللي خصو الفلوس والمجال اللي كيبغي ثالث حاجه ولات عندي العقليه تاع انني نلقى راسمالي وتحدي زائد نصوب شي سوليسيون باش النيم ديالي البراند تاعي ولا صوب لا سوليسيون تاع دو بروبليم كبير ودابا الرابعه اللي فيها بي انفستر دونت بي شارك لان هاد الانفست الفرق ما بيناتهم جوجهم كيعطيو الفلوس هذا كيعاونو كي انفستي كتكبر القضيه الاخر كدير العبوه ديالو كياخذ لهم الايكويتي وكيخنق لهم كدير لهم الشركه ديالهم وي دونت هاف تو بي شارك وي هاف تو بي انفست دابا ملي عطيتيني المايند سيت ديالك ولا مونطاليتي لا سولتك سؤال غنزيد واحد لاكوش الفوق اشنا هي الرساله ديالك شنو هي لا ميسيون ديالك ابا عبد الرزاق درتي الفلوس بخير حققتي الاحلام سالينا فهمتي ولا لا خدام خدمه ديالك شنو هي الرساله ديالك في الحياه اسمح لي راه اسئله شوف عبد الرزاق ملي كنت كنوجد للحوار تفرجت وقلبت وكذا وما بغيش نعود نفس الاسئله منين جيتي اش من درب وكل شيء لان داك الشيء قلتيه بغيت ندوز لشي حاجه اخرى بنسولك شي حوايج اللي ما سولوكش فيهم ماشي انا احسن منهم علاش الناس يعرفوا واحد الموديل دانسبيراسيون ديال الالهام اللي عندنا في هذه البلاد ونفهموه ونعرفوه وبركه عندنا من التفاهه وحده كتصور دايره بحال هكا كتاخذ 16000 لايف ولا ما عرفتش شنو داك التخربيق بغيت الناس هاد الناس 200 الله يبارك ليهم حتى هما يعطونا من وقتهم كنسولك شي حوايج اللي ما سولوش باغ كونتخ بغيت تعرفوا عبد الرزاق راه دار واحد اللايف مع سيمو لايف سيرو القناه يوتيوب ديال سيمو لايف راه فيه جوج سوايع ونص الحياه كامله اون ديتاي تما حنا غنهضروا في شي حاجه اخرى اللي ما هضروش فيها هما لانه ما علمونا غنشوفوا شي حاجه اخرى شنو هي الرساله وراه هادشي كامل انا غادي نقول لك الرساله ديالي ما كانتش عندي رساله واضحه كما قلت لك كانت رساله تاعي هدف مادي وهدف انا نصوب سوليسيون بوغ ان بروبليم وكان الهدف تاعي نتحدى الناس اللي قال لك ما غاديش نوصل وريتهم وصلت ملي غير ما وصلت والشركه تاعي ولات تساوي ملايين دولارات وبعتها ولا عندي الكاش الزوجه تاعي الله يخليها ليا هي اللي حطات لي الرساله الحقيقيه قالت لي يا عبد الرزاق عندنا ما يكفينا ولادنا ولكن واش انت حققتي ذاتك لا لا قالت لي نو دا حبيبي تخدم وعاون الدراري عطيهم هذاك الشيء اللي ما لقيتيش شحال هذه قالت لي عاود غونفوي لاسونسور قالت لي وي غتربح معاهم ولكن ماشي تربح لدرجه انك تبقى تقلب على الفلوس لانني واحد النقطه وصلنا لها في البدايه علاش قلت ماشي اي واحد يولي اونتربرونور لان ملي كتخلي لومبلوا وكتمشي لونتربرونوريا واحد الفئه في حياتك تاكل راسها هي العائله ديالك لانك تبقى تنعس 4 السوايع في 24 ساعه باركو مينيموم 15 ساعه لا موي في البدايه قبل ما ديليغي وتليفون وعندك معك لا سوسيتي قال وباركي وفلوس صحيحه كتولي تنطر هناك الساعه
ولا ما كان الزوجه تاعك ولادك العائله تاعك الام ديالك الله يخليها لك الاب تاعك اللي عايش معاك المآزركم سيبورتيك غير ما ينقرش عليك يخليك راه مزيان. والحمد لله الزوجه تاعي كانت من هذا النوع تاع الناس فاهمين الانتربرونيا هي انتربرونوز وقالت لي يا دابا وصلتي للوبجيكتيف تاعك خديتي تاع الطوموبيل كاع على الكونت اش كدير دابا؟ نوض عاون الناس اللي ما عاونتيهم الشيء المهم افكتيفمون تما في صوب شركه ميديا تشتغل اندست وقرر نغي انفيستي الفلوس واش لقيت؟ لقيت ناس بحالي خرجوا حطوا تما الفلوس معايا بوغ انفيستي في الشركات وطونكو بيزنس انجل تاعهم داروا عثروات نسبيه في المجال ديالهم وبغاو يديروا دي بلاسمون وبغاو يعاونوا الشركات قلت لهم حاجه واحده وي دونت هاف تو بي شاركس راه ما تقولش يا لوبورتينيتي هذا خاصو الفلوس خذ لي 50% عطيه 100000 ليره نو اي نو اي نو غادي نعطيهم الاكسيليراسيون اما كتشوف البيرو راه كبيره باقي بالجهه اخرى كنعطيهم فين يخدموا كنعطيهم الفلوس الاساسيه يصوبوا لا مارك خاصو ديفلوبر لايسنس الباتنت الجوجل ورك سبيك اي حاجه كيخدموا بو باترو اوبيراسيونيل كنجيبوا لهم لي كوتش الواعرين بحال السيناريو كيموتيفيهم كنجيبوا لهم ساكسيس ستوري بحال توفيق النخلاعي احمد مدعشاب دراري الواعرين تاع لي بروجي الواعرين في المجال العويطه اللهم بارك تيجي كيموتيفيهم كنعطيهم لي نتورك ديالنا بحال افتر وورك نتورك اللي كنديروا غادي نديروا ان شاء الله في الاخر تاع شهر 10 غيكون فيه 150 واحد اونتربرونور اي اونتربرونوز راه حنا كنحلوا تو الموند راه كل 100 كان كيجيو لا كريم لا كريم نتوركينغ كنحلوا هاد لو ريزو لي ستارت اب اللي كنانفيستو فيهم دونك الشيء اللي ما كانش عندنا في 2010 2009 كنعطيو دابا لان انا سي طارق قليل واحد اللي عارف بانني شحال من شركه كونتاكتيت بوغ لو ليفل فون في المغرب جو نارفي با و في ليترونجي راه دويت معاه نقول لك اش نقول لك شي 50 ل 60 ل 70% وهذاك الوقت وكانت فيه جاب الله التيزير واستثمروا فينا الماليزيين دابا تحلات القضيه ولاو لي زانفيستيسمون في المغرب خصكون عندك بروجي ماشي ايديا غير منهم حنا نانفيستيو فيك قلبا وقالبا دوك الفلوس ونمشيو معاك دوك الرساله تاعي بو ريبوند على كيسيون طارق لا ميسيون هو اون دوا غير لاسونسور على 33 سنه 40 سنه انا تقريبا ام دي ار مدير لي 100% لوس معروف اوبس يعني انا صافي تقريبا حققت هذاك الهدف المادي اهداف اخرين خصهم يبانوا بان بحالي خرجوا بزاف ونديروا الايكو سيستيم يطلع باش يولي عندنا ديجيتال اندستري يعني ناقصه ديجيتال مايند كاينين الواعرين اي كوميرس كاين ولكن خاص الصناعه الرقميه يعني عندنا البي اي بي ديال المغرب كيجي واحد وين بارتي منه جايه من الصناعه الالكترونيه الرقميه هادشي حنا اش مضاربين دابا يطلعوا لي واحد ربعه في الاغريتيك وحدي في ليغالتيك وحدي في الاي كوميرس وحدي في الترونسبور لوجيتيك يطلعوا لي في داك الشيء كامل الفو غنطلعوا غادي تولي عندنا حاضنه المغرب عباره على هوب تكنولوجي وهذيك الساعه عجبت الحاط عليك وعجبني لان الخدامه غادي يخدموا وغادي الشفر دافير غادي يطلع والمستثمرين الاجانب غادي يدخلوا والمستثمرين المغاربه ما بقاش يستثمروا في الاراضي وفي الديور الاراضي وفي البيطون يدخلوا انفيستيو في المقاولات المغربيه الصغرى باش نقول لك دابا لا ديفيرونس تاع لي ستارت اب ماشي في لونتربرونيا كلاسيك في القهاوي والريستور مزيان ولكن يمشيو لي ستارت اب لان غادي نجاوب السؤال اللي في بالك دابا تقول لي واش ها هو الفرق بين ستارت اب والمقاوله المقاوله برجع الدومين تاعك كتميتريزي سي طارق المقاول المقاول هو اللي كيلعب سبرينت باش كيلعب هذاك الماراثون 42 كيلومتر ياك الماراثون المقاول العادي الكلاسيك اللي عنده الشركه كتبيع العود وكيشري فيه الحديد ولا كيبني حتى هو مقاول حتى هو راه ما ساهلش ولكن هذاك عارف الرود ماب كيفاش غادا بحال اللي كيدير الماراثون يقدر كاع يمشي بلاصه فين غنعرف ماراثون يمشي يومين قبل ويمشي تريني فيها اي نعم صعيب ما ساهلش الجري 42 كيلومتر لكن عارف فين غتمشي وعارف فين غادي تدوز ولي فاكتور تاع النجاح محددين ما تسخفش هذا كذا كذا اما ستارت اب لا ستارت اب عارف لوبجيكتيف ولكن ما عارفش فين غادي يدوز ما عارفش لي فاكتور حتى هو عنده اكثر من 42 كيلومتر عنده 70 عنده المجهول عنده المجهول عنده باركور دو كومباتون باركور دو كومباتون خصو يدوز ينقز هاد الحواجز ما طبات لا باني راه هي هذيك الفلاك راه الفلاك اللي هي ان غادي يولي اكبر شركه في المجال تاع الفينتك مثلا تاع موبايل بايمنت في المغرب هذا هو السلوغون هذا هو الهدف هذا هو الفلاك اللي غيمشي ليه ولكن كي غيدير ليها غادي هنا ويكونتيتا ويديني وحتى باك المغرب لا هذا لا لي سون داخلي لو فيت فون هاد هو الفرق بين ستارت اب وهاد لي ستارت اب هما اللي بغيت لي بيزنس انجري انفيسيون انا في هاد لاصال هادي راه كنت كدوي دوي كيجيو عندي دي زونتربرونور كلاسيك كنقول لي شوف هادشي كتقول زوين بيزنس بلو عندك زوين الفوركاس الغوطون بفلوس عندك رائعين انا كنقلبوش على الفلوس انا كنقلبو على ستارت اب كنقلبو على البيزنس موديل كيما كيقول لي الغيساني
سي او تاع يوكا يقول لي احنا ما عندناش شركه مغربيه في التكنولوجي معروفه في العالم، ما كاينش. جوميا غوكي، جوميا لارمان، افيتو، ماليزيين، اشنو بغيتي عاوتاني؟ صافي سي بون، هما معروفين، ماشي ديالنا، ماشي مغاربه، ماشي مغاربه. هذا الشيء علاش حنا كنتسناو ان شاء الله من يوكان تاع الغيسان والسيمو لايف، ومثلا شركه سلعتي ولا شارب ام ا تاع صاحبنا اسماعيل بن الخيار، يطلعوا ويكبروا باش يتسموا شركه عابره للقارات، باش نبقى نقولوا اوفا وي هاف ا مراكن ميد تكنيكال كومباني، تكنولوجي كومباني. هادشي كنتمنى، وحنا اوني لا اي بور ايدي طريق الناس. غالبا شي واحدين فيهم راه كيتفرجوا فينا هما نيكست مليونير اون لين، نحنا كنتشرفوا ان نعاونوهم. الفوت اونفوي انيمي في كونتاكت ميد فرق بس، ويجيو يجيبوا لي بروجي تاعهم ديال السوق اللي عندهم ديك الساعه. فعلا والله سي ميسيون لي حك، لا ميسيون كتعدى الحياه ديالك، يمكن تعيش 90 عام الله يبارك ولا 100 عام، ولا ميسيون كاينه، ماشي هدف ديال فيكسد مايند سيت غنوصل للمليار ولا غنوصل لجوج مليار وسالينا. نو، غادي معاك ويمكن تبقى وراك هاد الرساله، يمكن تبقى وراك حيت انت كتكونتاميني بها بوزيتيفمون بزاف الناس، اللي هادوك الناس تبقيتي ولا ما بقيتيش هما غياخذوا المشعل، لان هادو كيتفرجوا فينا هاد لي جون وهاد لي موان جون، راه هو اليوم لا تصنت على جوج كلمات زوينين عجبوه في هاد اللايف هذا، ومشى غدا دار شي حاجه، راه حنا ادينا المهمه لان درنا واحد اللايف اللي مفيد. هضرنا على المونتور ديالك، شنو هما لي موديل اللي كتاخذ ولا كتانسبير منهم يوميا؟ لي موديل ماشي دي مونتور، دي موديل اللي انا غادي نقول لك باش شوف، حيت دابا الاجانب معروفين سيف جوبز وكذا وكذا، نقول لك انا مغاربه قدر يتصدموا كاع اللي كيتصنتوا فينا هنا. غادي نقول لك مثلا عندي واحد صاحبي صديق تاعي هو موديل ديالي، جينيوس دوت نت، حمزه ابو الفتح، مول شركه جينيوس الايبرجمون العملاقه في داير كتاب فروم كونسل فايتر تو ستارت اب، وتكون تدخلوا تيليشارجيو من امازون، ناخذوا نسخه المكتوبه اللي هي اون انجلي، راعي مغربي اونتربرونور في الكونسير برمضان الحمد لله، وصل ربع الشركات في خط حرف جميع المجالات الشخصيه، وكان فيه ساج خيب. هذا موديل كنقول انا بلي بحال عنده نفس العزيمه والقوه تاع هذا السيد هذا، هذا غادي يمشي مزيان. رقم جوج هو المونتور والموديل ديالي، عاوتاني هو جلال عبيطه، وعندك سيمو لايف اللهم بارك، راه هذاك الشيء كتشوف هو ابراهيم مي با 15% من الحقيقه ديالي، راه كنريحوا معاه، راه قنبله من الموتيفاسيون، الخدمه كيخدم، وحنا كنتموتيو فوق كنقول لي دابي ارجع ان شاء الله في اقرب وقت، ارجع للمجال عاوتاني تعاون. راه يو كان ملي ما كانش فيها الغيساني وما كانش فيها السيمو لايف، راه ما تكونش يو كان اللي كنتسناو فيها تولي يونيكورن، ما تكونش الرائده في المجال تاع الاي كوميرس ان شاء الله في المغرب. دونك انا لي موديل اللي درتهم دايرين بيا هنا لوكالي، باش كنشوفهم يوميا كونتاكت معاهم وندو معاهم في التليفون، طبيعه الحال معروفين اكسترا سوبر المودلز اللي معروفين، راهو ايلون ماسك، ستيف جوبز، كاع المعروفين التقليديين اللي متابعينهم كاع حنا في تويتر، كنتبعوا التويت ديالهم. مي صافي انا كنكونسي الناس اللي كيتفرجوا ديروا ريال مودلز، تقدر تكونتاكتهم، تلاقوا معاهم في الزيف، تدو معاهم في الواتساب، تدو معاهم في انستغرام، في لينكدين، باش تكون جود فايبس، دايركت جود فايبس، كتشوف الطاقه الايجابيه منه. نيشان ما تزيد تقول هذاك راه امريكاني ولا هذاك كذا ولا راه بعيد ولا خصو يكون الكوش ديالي خلص 1000 دولار الدوره باش تلاقى معاه، ها هو عندك سي طارق، ها هو عندك الدراري تاع يوكان، عندك الدراري تاع سطورين، وعندك الدراري تاع شيبس، عندك الدراري تاع يوتيوب نتورك، بزاف طاقات. راه دابا داكشي اللي كتشوفو في الطايب راه غير شويه اللي كيديرو، راه فغيمون دي ميد نمبرز، راه الارقام اللي كيديرو لا فالوريزاسيون ديالهم راه انكرويا. شركه كتساوي 46 مليون دولار مصوبه مغربي ولد اكادير، اتس نوت ايت، راه انا عارف القيمه تاع القيمه السوقيه تاع الشركه، راه ما كتكبرش كتسطي، راه انا دازت عليا، راه شحال تاع لي كي بي اي خصك ترومونتي، خصك الفاينانس، الماركت جرو، الماركتينغ، الابيدا تكون بوزيتيف، راه هادشي باش توصل ليه، عا باش كتبالونسي لونتربريز، باش توصل ليه خاصك خارق، وما حد الشيفر اللي كتخرج ليه كبير، ما حد راه انت راك خارق مجهد بزاف، هادشي تبعوه هاد الناس هادو، هادو هما اللي فغي ايدول اللي تبعوهم، ما تبعوش كيما كتبع الخاويات، هادي كدير هذا الطيحه بلا ما شي واحد كان يتحمل دونك واحد ايدول حقيقيين اللي داروا دي رياليزاسيون. ونزيد واحد الحاجه سي طارق قبل ما نختموا هذا اللايف، واخا باش نختموا انا قلت لك غنقول لك واحد الجمله معروفه زوينه، هي يس يو كان، غتقدر دير شركه في المغرب، عرضوا ربي اون فاس معاكم دارها، حتى واحد ما حبسني، حتى واحد قال لي انت ولد الشعب رجع للور،
خدمت عادي، وتا واحد ما جاتني 1 مليون دولار من مالي، تا واحد ما قال لك علاش فين غادا ولا فين جايه، باينه الخدمه وانفيسيت وما كاينش عارف التلفازه، ما كاينش الا انت ولد الشعب رجع لوضعك ما راد، ما كاينش والله تكذبوا عليك، راه ما كاينش داك الشيء، خدموا الشركه راه ما كاينش، طلع الشركه ديالي وبعتها، وي تو بو كري شركه في التكنولوجيا في المغرب، وي يس يو كان، تقدر تجيب لي فلوس من برا وانت مغربي ولد الشعب ما كيعرفك حد، يس يو كان، تقدر تنافس الشركه في المجال وتشريك هذيك الشركه، يس يو كان، يا تقدر تصوب شركه تاع الاستثمار، ما كاينش اللي غيدق عليك خدم، راه انت في المغرب راه ماشي في دوله الموز، شحال في افريقيا اللي كيجي يشارك معاك جينيرال صحه، راه ما كاينش هذاك الشيء، خدموا خدموا ما كاينش هذا الشيء اللي وصلك راه هنا هنا، ما حدك لا قال وكتخلص المسائل ديالك وتخلص الضرائب تاعك، العكس غادي تشجع وغوصلك رسائل وصلك لابيتاسيون، عندي واحد الحقيقه انا شبعان ديال لابيتاسيون باش تخربق اللايف، دي مينيستري يقول لك جي، ما كاينش اللي غيقول لك لا قسم معايا ولا انت ولد الشعب خليك في المحاصق ما تدويش، هاد البلوكاج راه عندنا غير هنا وتشربناه، لان الطبقه الشعبيه حنا كنولدوا الخوف بعضياتنا باش نكالميو راسنا باش نلقاو الحجاج للفشل، هاد الشيء راه والله ما كاين، اخذوا ربي اللي بغا يجي عندي يتاكد نوري النمبرز نوريه كلشي، راه كاين الخدمه والمغرب مارشي، وحاجه غنقولها لكم عرفتي كيفاش قنعت المستثمر الماليزي باش يالفيستي معايا مليون دولار في شركه اللي كانت الثانيه في المغرب في المجال تاعك، بالماركت سايز بالميدل كلاس، قلت لهم راه المغرب راه الجي دي بي ديالنا وهكذا راه في المارج وعندنا الشركات العالميه، انا قلت لكم الشركات العالميه دوك توما يو ار ريليتد ماركت، اللي كتلقى شركه ضخمه عالميه في المغرب الا راه كاين القانون الا راه كاين كليما دانفيسيزمون في المغرب، يعني الحقوق تاع المستثمر مضمونه، دوك خدام اللي كتفرج في هذا اللايف وتخدم وصوب الشركه ديالك وبيع البرودوي، ودابا الانترنت لافونتاج اللي كاين كاينين المغاربه غادي يعاونوا بعد ما في كوميرس غتصوب الشوب تاعك في يوكان وغتخدم وطيح لك الليل، شي مثلا باغيرو جا واحد السعوديه عمر بغى يشري برودوي ما تقولش لا، هذوك المغاربه بحال كاينين في السعوديه غتخدم برودوي غيبيعوا لك كورنيتور، طحتي واحد في افريقيا عندك خوتك بحالك شي بسال غتصيفط لهم، ولات جميع الطرق للنجاح معبده ولاو الهاي واي تاع النجاح، شحال هذيك كنا عندنا سمول رودز كتبقى غاليه ناسيونال وهذا واحد هذا انا ماشي حيت خدم داك الناس ما عارفين الجهد، الناس كانوا كيبلوكيونا حيت جاهلين ماشي حيت خايبين، حيت انا ولد الشعب هذا انا عارفين شنو كنفورميهم ونقريهم باش كيتصوبوا ديال على قبالنا وكنخدموا، تعبدات الطريق الهاي واي الي لا يو هاف تو جاست اكسيليريت اتاكيو وخدموا الشباب، كاين واحد القوله الامريكيه كتقول لك يو ار نوت ان ايديوت بات يو شولد ليرن، انت راك ماشي مكلخ ولكن راه خاصك تتعلم، راك عام ما معلمش راه ماشي مكلخ، ما تاخذش المعتقد انني مكلخ، خصك تعلم خصك تعلم، هذه القضيه ديال الانترنت اكسيليرات لي شوز وفتحات المجال، دابا انا عندي دي كوتشين مونطال جاكومبان دي جون، الى قلت لك فين ما عمري انا كنت كنحلم انني غيكونوا عندي، كنت كان المارشي كان لوكال، واحد الوقت عادوا كيجوني دي زانفيتاسيون واش تقدر تاكومبانيني في الكوتشين مونطال بوغ اريفي ا سات اوبجيكتيف، الانترنت لاباج انستغرام ما درتش ليها الاشهار ما قلبش عليها، غنعطيكم واحد فرنسي لعب ما غنقول السميه ماشي حق ما غنخبيه لان ما عنديش الحق باش نقول السميه لانه ما عطينش الحق باش نقول السميه ديالو، لعب الشامبيونه دوروب ديال الاتليتيزم، ما كنتش عارف انا دابا يمكن يقدر يكون تبعنا، كتب ليا قال ليا انا عندي الشامبيونه دوروب كنلعب بسميه فرنسا وشتك وسمعتك جو فو كو تي ما كومبان وجولي اكومباني، البارح واحد البطل ولكن هذا مغربي فرانكو ماروكان مو من سويسرا، وعندي دي جون في قطر في الامارات في ليزيتازيوني في لندن في لوسترالي في سنغافور، واحد سنغافور كاين واحد ديكالاج جوغيغ، الناس اللي كيعرفوا سنغافور راه الحماق عجيب، كتقول راه الانترنت كاين ما يدير كاين ما يدير، عميتريزي البرودوي ديالك ولا ديسيبلين، لا قلتي 7 7 لا قلتي 6 6 لا قلتي الخمسة خمسة، ماشي تقول لي الخمسة هي الخمسة وربع ولا راه كنت جاي طوموبيلة ولا المسمن ولا حاجة ولا ما كاينش داك الشيء، ديسيبلين، وقلتي واحد الكلمة مهمة قلتي الناس خايفة وحنا الطبقات اللي كيكونوا خايفين، كاين واحد الآية القرآنية كتقول لك إنما ذلكم الشيطان يعدكم الفقر والخوف والله يعدكم مغفرة ورحمة، ربي المغفره والرحمه والغنى والثراء، وانت كتصنت ليا الشيطان اللي كيقول لك بقى في بلاصتك بقى في بلاصتك بعدك عندك تخرج ناري، ذكرتي واحد لو بوين كاين عاوتاني واحد الناس مانفيكتي بواحد المرض خايب خرج مؤخرا
والكونسبيريسي كيسحبوا كل شيء ضده وخطط ضده في المجال انه ما ينجحش، ولا صافي هو ولد فلان ولا المنطقه ما غير نو انت واحد ما مسوق لك انت خدم انت ما العكس راه خدم انت العكس الناس بغات تخدم تفكر يتفكوا منك الدوله بغات تدخل البريفي ودير الايكوميرس وتهنى منك خدم راه انت واحد ما ضدك عندك كل شيء معك خدم بوغ لو مومون كل شيء معك جات واحد النسبه واحد لانفلونس وشفتو بوغ لو مومون غير خدموا ديروا الستارت اب ديالكم وراه ان شاء الله غتولي وورد وايد راه الوقت راه ما يكفيش عندي واحد ثاني استعد ما غالبا ناجحين راه سي عزيز نوفل المقاول راه غادي يدير واحد البرنامج سميتو العملاق الصامت كل مره غادي يخرج لكم شي مغربي عنده شركه حاكمه في العالم شي مال راه باش عرفوا بان كلاليس الي لونغ ومغاربه وولدوا هنا وقراوا هنا وسميتو وباقي شركه تاعهم اصل هيد كوارتر في المغرب وداروا فروع في العالم وخدامين اللهم بارك هادو خدموا حاجه وحده كتلقى اون كوما الخدمه ورك 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 هارد وركينغ هارد وركينغ راه ماشي سهله راه حنا اليوم عبد الرزاق راه الا شفتوا الباركور ديال عبد الرزاق راه غتقولوا واو سي انورم راه ما كاينش شي حاجه سهله راه اللي غيقول لك شي حاجه سهله كيبيع لك الوهم حيت دابا بزاف الناس كيسمعوا الاي كوميرس ان اف تي الانترنت غنربحوا الفلوس والو لا ما خدمتيش ولا ما كانش عندك اون فالور اجوتي قيمه مضافه قيمه مضافه راه ما غيكونش النجاح خدم 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 وخرج من ديك منطقة الراحة منطقة الراحة راه بطل حرام كدير لك لانكتيزي كدير لك التخدير منطقة الراحة خرج منها مادام تعقت بيا قالت لي ندخل فواحد الزون كونفور قالت لي عباس ابغى تخدم ابغى تعاون الناس هز الشعار شوف هاد اللايف هذا انا نطول معك حتى 4 السوايع لان جابون كنستافد وكنتعلم وتبارك الله عليك وعرفت ان الوقت ديالك حنا الدور ديالنا سي نعطيو الالهام لي جون باش كل واحد ينجح في المكان ديالو انا كوم كوتش مونطال كوتش سبورتيف نعطيو الالهام حتى الدور ديال كوم اونتربرونور كلشي ولكن بزاف الناس انا غنسولك انت وانا غنجاوب من جهتي هي لينيرجي منين غنجيبو هاد الطاقه منين غنجيبو هاد الطاقه باش نديرو كاع هادشي لان بزاف الناس ملي كنهضر معاهم واش كيقول ليا كيقول لي كتقول لي هارد وركين ولكن انا بطريق راني على الخدمه ديالي هذاك البيرو ديك الروتين اليومي ديالي ديال العمل ماشي الروتين ديال الكوزينات والثلاجات كنصورهم لا ديال العمل الروتين اليومي ديال العمل سمحوا لي هذاك الروتين ديالي مو كيعييني كيفاش غنجيب لي انرجي انت عبد الرزاق منين كتجيب لي انرجي هو على حسب كما قلت لك فترات في الحياه تاعي في الصغر تاعي من التحدي كيجيني العيا ولكن كنتفكر ملي كطر ليا عاوتاني في ودني بانك انت عبد الرزاق ما غتقدرش كتعطيني انرجي انت عبد الرزاق ما غتقدرش كتعطيني انرجي مع المده ولا تايق راسي بزاف كتعطيني كنعكس شويه الانرجي بحال كنخترع انا السورس ديال الانرجي ثاني الانرجي الموتيفاسيون كتموتيفيني باش نخدم وفريمون نكون عيا بارفان على 4 الصباح 5 ونوض عندي رونديفو مع 9 ونقشر بارفان قهوه باش نلبس الناس تقضي غير باش نرجع للناس هادشي على حسب بحال دابا باغ اكزومبل الفتره الثانيه في حياتي اللي هي ملي درت المقاوله تاع ويب وكذا ولا الانرجي عندي هدف مادي عندي دي زوبجيكتيف خصني نديرهم كندير الاوبجيكتيف هنا لخرج العام مثلا خرجت العام خصني عندي الطوموبيل الفلانيه الكونت فلان فلاني نخدم مع الشركه فلان فلانيه وكنا حنا بزاف اصدقاء عندنا الشركات من بعد تعرفنا على بعض كنتنافسوا في هذه القضيه المنافسه شريفه بطبيعه الحال هذيك كتعطيك الانرجي عرفت واحد الانرجي خفيه واحد الانرجي كتكون ماشي خفيه اللي كيكونها خفي هي الفقر اللي كنا كنعيش كنقول ما ترجع الله كنقول ما يمكنش ترجع خاصني نوض نخدم لانني اي هاف تو بيرن ماني خصني حرق الفلوس باش نعيش طلعني بالسوسيال ديالي يعني هذيك الروبين تاع الفلوس ما غاديش يوقف لي هو الخدمه حيت انا اي هاف نو تشويس ما عنديش بلان بي بلان سي بلان دي انا ماشي واحد مثلا الاب ديالي لاباس عليه غادي يكون مقاد في كندا ونجي نعطيك واحد الفرع تاعي تاع الشركه تاع الترونسبور ما عرفتش سي با فين لا سي عند عمك راه كاين في تونس ولا كاين في كذا راه عنده عاونو نو اون افي با سا حتى الناس اللي عندهم دابا هادشي ما يفكروش فيه نهائي لما تتحقق دونك انا عندي جيتي اوبليجي تي بوسي باغ الخوف انني نرجع الماء تحت الصفر اللي كنت فيه هذاك الشيء كيخليك عاوتاني كتموت فيك بزاف العوامل كيجي ومن بعد ملي كتزوج وكتولد وكتولي عندك زوجه كتبغي كتبداها وعندك ولاد كتبغيهم كتولي تخاف انك تعيشهم في واحد المستوى اللي غادي يعييهم وغادي يسخسخهم كتنوض كتقاتل اكثر دونك هادشي كامل واحد لي فاكتور كيتجمعو كيعطيك واحد انرجي ما نخر الفرويد طرافاي تاع الانرجي كيخليك كتموتيفاتي انت ملي كتشوف الفرحه تاع الناس انهم فيغ بك
في عينيهم ماشي كيقولوا على قالك سي افوار بوسيبل تكون بصح كاين كتشوف العين تاع شي واحد انه فيغ بانه هذاك الشيء اللي درتيه كتعطيك كتبوستيك لينيرجي عاوتاني كتخليك تنقص السكند تعيش تنقص عاوتاني السكند لافل ماشي تحرك سقطوا هذه القضيه في الحته بالانهيار تاع شركه ويبو واللوسمون تاع موتور بوايمر وما قديش كانت لا كونكيرونس فيروس وكان سبب مشاكله سبب نجاحه سبب مشاكله نجاحه الموقع طاح عليه البشر بزاف خصو لي سيرفر ويطيح كامل كراش هذاك الشيء دروبوه هبط وكولابسا وخصو الفلوس ما عندكش الحل الا الفلوس راه ما تطلبش عطاك ربع لي سيرفر اضطريت انا نمشي نجيب مستثمرين تما هذاك الشوي تاع لي انرجي الفقر اللي تابعك من اللور ولياتك اللي خصهم النيفو سوسيال ما يطيحش العينين تاع الناس اللي كيقول لك ما غاتقدرش هادشي كله تجمع صوب واحد الباك تاع البوس وفرقع وخليني كندور في العالم كنجمع نقلب على عباد الله غادي انفيستي معايا دونك انسان كل واحد يدير واحد المحفز يدير واحد الكاتاليزور في حياته اللي غيبقى ديما مره مره يحل الروبي تاعو باش تحسو كيف انا اللي فهمت وكاين واحد لا ميثود ديال جيم كويك ليميتليس كيقول لك لي تخوازيم لو مونطال سي لو مونطال هو هذا اللي كتهضر عليه هذا المايند سيت ديال قالت كوتش انتصار لينيرجي دو ديزاسبوار يعني عطيتي الكل باش ما ترجعش لا سيتوياسيون لو مونطال لا موتيفاسيون موتيفي باغ لي رياليزاسيون لي افوار سي دار سي كادر سي فلوس كنتنافس مع اصدقاء ديال كلشي وعندك اون ميثود ربيتي واحد المناعه واحد الطريقه باش تنجح عقلوا الدراري على هاد لي 3 ام المونطال لا موتيفاسيون ام 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 مونطال موتيفاسيون اي اون ميثود وانا غنعطيكم واحد القضيه باش تكون عندك لينيرجي خاص تكون عندك اون بون هيجين دو في اون بون هيجين دو في واحد النظام حياه لايف ستايل ما كنتيش عارفو نعلموه ليك ونوريه ليك ونعاونوك حتى تعرفو حتى تلقاه اون بون هيجين دو في حتى الشركات دابا الناس كيصحابو الاشخاص هما اللي عندهم هيجين دو في ولا لايف ستايل مقاد راه الشركه ديالك انا كنقري هادشي اقسم بالله الا كنقري لشركات كبرى كنقول لهم الشركه اللي ما كانتش عندها هيلتي لايف ستايل غطيح وغتموت كيقول لي اوه الشركات كيموتوا كنقول ليه وي كيموتوا كيقول لي كيفاش كنقول ليه شوف شوف الانجليز ما بقات عندهم حتى مارك دو فواتور كاع لي مارك دو فواتور ديالهم شريت من المانيا والهند ميتوا ما بقوش شركات انجليزيه بقات لا مارك ما كنهضروش على لا مارك ولكن الشركه كأم ما بقاتش يعني الشركات اللي ما كانتش عندها اون بون هيجين دو في ما عندهاش اون بون كولتور ما عندهاش اون مونت سيت حتى هي كطيح كالاشخاص لذلك انتم كاشخاص اونتربرونور اول وصيه حاول على لينيرجي ديالك وكاين واحد المعتقد خاطئ انا شفتو دابا في لي كومونتير هو لينيرجي كتجي من الفلوس انا غنجاوبك قبل ما يجاوبك عبد الرزاق علاش شحال ديال الناس عندهم الفلوس وما عندهمش لينيرجي بدون ديك الامثله شحال ديال الناس وصلوا عادوا دي ملياردير دي مليار ما كنهضروش على المغرب نهضروا على جيم كاري داك الممثل اللي كان مثل لو ماسك انا قديم انا كنهضر على الافلام القدام ولا فيليب موريس هذاك اللي جيم كاري اللي كيضحك وكلشي علاش هذاك ها هو وصل عاد العالميه وصل وجاتو اون ديبرسيون يلا ها هو ما كنهضروش على مغاربه باش من فيزيو حتى واحد يعني الانرجي راه ما كتجيش من الفلوس الانرجي كتجي من الهدف ديالك ومن الهيلتي لايف ستايل خدم على الانضباط ديالك على الديسيبلين ديالك على شنو كتاكل كيفاش كتعيش كيفاش كتنفس راه الفلوس وغياكدنا عبد الرزاق واش الفلوس هما اللي كيجيبوا الانرجي عبد الرزاق ولا لا الانرجي كتجيب الفلوس وفلوس من كيجي كتقول اتس وركس كتفاليدي الموديل ديال لافي تاعك كيجيو عاوتاني انرجي كتجيب الفلوس كتجيب لك واحد السيكل دونك الانرجي ما كتجيبش الفلوس هي كتجيب الفلوس وكتعاون في الانرجي لان الانرجي عندها علاقه بشي انرجي تاع لونتربرونور انا جو بار دانو الانرجي طاقه باش يحقق الاهداف لوجيك كيجمع من اي بلاصه ديك الطاقه من لوف ماني من صحابه من اي واحد كيعجبو كيبدا يورك ان فوا كيحقق لوبجيكتيف المالي الاول كيبان لي ات وركس خدام داكشي سا مارش كتزادو لينيرجي مي كي محفوظ كتزاد لينيرجي كتزاد فلوس كتزاد لينيرجي كتزاد دونك اكزاكتومون بوغ دير وي مسيو طارق فيكتيفمون لانيرجي هي اللي كتجيب راسكو سون انيرجي عبد الرزاق ما تقدر دير والو راه الفلوس عندك في البنكه راه سان كونت بونكي راه الفلوس محطوطين في البنكه ان شيفر ولكن انت ما عندكش لينيرجي باش تحرك كي غدير ليها غناخذوا شي جوج الاسئله باش ما نطولوش عليك الا كانوا شي اسئله ديال الجمهور كتبنا شي واحد شي سؤال ولا جوج ديال الجمهور ولا ثلاثه وباش نطلقوا السي عبد الرزاق
انا غنشوف لك كان شي مرحبا. سؤال، لان درت انا وياك حديث شيق ويسمحوا لنا الناس ما عطيناهمش الفرصه، ولكن اللي عطيت الفرصه للاسئله غنباتوا، عطيني سؤال مرحبا. ومازال نديروا ان شاء الله ان شاء الله واحد المده ونعاودوا ثاني شي لايف، علاش لا؟ لا ياسين العلوي في لو 11 في هذا الشهر هذا الحد الجاي غادي يدير واحد الايفنت محلول، ويجيب لي سبيكر للمقاولين، وغادي غادي يجي 400 واحد غيكون حاضر تما، اللي بغى يحضر مرحبا يعمر واحد الفور لاباج ياسين وغادي يحضر تما، غادي نكونوا كاملين. سي طارق على كريش ربنا يكون احسن ان شاء الله. افيك كون بليزير. عاود عاود ليا لو نوم باش الناس يعقلوا عليه. ياسين ياسين العلاوي اونتربرونور تو ياسين العلاوي من صديق من الاصدقاء تاعنا، حتى هو فروم سكراش من الزيرو بدا المقاوله تاعو، راه عنده واحد الايفنت محلول سميتو المقاوله بدون فلتر، غادي يجي غيطلع الناس في ستيج غادي يقول القصص ديالهم وغادي يقول المعلومات، غيقولوا غيسولوا الناس ديالهم طبيعه الحال شي ما يمكنش انهم يسولوش دابا، سولوا الماكسيموم تاع الاسئله. مرحبا. هنا كاين واحد الفرق بين المقاول ومدير ستارت اب، شرحتيها جاوبتي عليه. المدير تاع ستارت اب هو مقاول، نوع من المقاولين. لا المدير واش ديالو ستارت اب ولا غير مدير فونداتور، ولا جابوا مرشح او مدير، كاين الفرق. ولا كان غير مدير هذاك اللي كيبقى ديما فونداتور كيعطي لا استراتيجي. حنا نديرو الفرق ما بين اونتربرونور عنده شركه من نوع ستارت اب ومقاول عنده شركه عاديه. مقاول عنده شركه عاديه هو غالبا كيدير كوبي كولي في واحد المجال اللي معروف، كيبقى عنده التحدي خصو يصبر ويقلب على الفلوس ويقلب على الكليون. عنده حنا كلاسيك بزنس، هذا تا هو مقاوله، تا هو صعيب بزاف وتا هو فيه ارباح وفيه فلوس. ستارت اب هي واحد المقاوله باقا بارفو ما كتكونش عارفه كيفاش غتدخل الفلوس، هي عندها هدف، وهدف هدف راه واضح كيفاش غتوصل ليه كيكون صعيب. الفرق اللي كاين في المداخل في الاوتبوت كيكون عظيم. ستارت اب كتولي في العالمي ولا فالغوزاسيون كنقول على ملايين بليون اوف دولارز. لونتربرونور المقاوله العاديه كيكون الانكام تاعها غالبا ستوندار، كيكون واحد الفوركاست اللي هو كلاسيك، وليفوليسيون عاديه كتكون شويه عاديه قليل كدير شي نجاحات كبيره من ناحيه المال. خديجه كتسولنا كتقول لك بغينا دوره تكوينيه باش نخدموا، اشنو تختار عليها؟ دورات لا انا ما كنديرش دورات تكوينيه، انا كندخل مع الحباب تاعنا مع سي طارق اونلاين. هذه راه دوره والله قسم، هذه راه دوره، هذه في حد ذاتها وراه دوره، راه زعما راه هادشي اللي قال نجي. مرحبا. حنا الدورات اللي كنديرو كنديروهم في لاكسيليراسيون تاع الشركات اللي كنانفيستيو فيهم. حنا في ميديا باغمي لي غوسورس لي زاسيت اللي كنعطيهم كنعاونهم، وكنجيبو ناس اكثر منا براعه اكثر منا في التجربه تاع المقاوله كيعطيهم. وانا فيما كتكون شي ايفنت كيعيطوا عليا ما كنقبلش كاع لي زيفنت طبيعي بحال كنمشي غير عنده علاقه بالبزنس، حيت كاين لي زيفنت بزاف مجالات اخرين. انا رحم الله عارف انسان مقدر على نفسه، هو انا كنمشي غير توسكي بزنس وستارت اب في المغرب. كاين واحد لو 11 ديال ياسين العلاوي، لا غنكون تما غنيتوركي مع الشباب وغادي نجاوب على الاسئله ونحاول نذكروا شي حاجه عمرها ما تذكرات، وندوي على شي تحديات قليل اللي وقع فيهم في المجال تاع المقاوله الرقميه. فين غيكون ياسين العلاوي؟ غنعمرو مدير بوليس نواصر جد، راه هو راه داير في داير في شي بوست عنده تما في باج انستغرام، راه داير المعلومات. ضروري تحضروا تلقاو ناس بحالكم زونتربرونور دي فيتور ماسترز دي فيتور، غيكونوا تما دي زيديون تا هما اللي باغي يدخل المقاوله نيشان. بعد كاين سبيكر ذا بلاي، كاين حسن حسن سيو ماستر جاي من امريكا، غادي يكون كاين بزاف، كاين نوفال، كاين غيساني، وكان لا كونفيرمي ما شاء الله طاقه وخبره كبيره في المجال تاع الاي كوميرس اونلاين، كاين ما شاء الله الشاب. يوسف ماسو كيقول لك كيلي لا ديوري ايديال بور اون انتربريز بور ايتر رونتابل اي سكالابل باش تكبر الموتور. اي حسب البزنس موديل، هو لا مويان تاع لي ستارت اب لترونجي 5 سنين، هذا هو واي كومبينيت بلوغ اند بلاي زانفيسيسمون اللي كيديروا كيتسناو ماكسيموم 5 سنين ولا ما داروش ليكزيت. المهم من كومبليكيشن شوز، الشركه الناشئه الستارت اب تدير بالها 5 سنين تولي دير البريك ايفن ديال دير اوبجيكتيف اونتربرونور، ما يفوتش 5 سنين ماشي صافي اللي ما فاتش راه خسر، نو يدير لا مويان انه 5 سنين يدير البريك ايفن تولي عند الابيدا بوزيتيف تولي لوكراتيف، او هذيك الساعات تسكيل. وكاين اللي قل بحال دابا الفينتك دابا مؤخرا طالع بشكل رهيب، عام عامين كتلقى ديفيسيت ديال العام الاول، العام الاول ديفيسيت تاع الله يسهر في باك المغرب داك الشيء تاع البنوك لي ليسونس ولي ديبلوايي كيجيب لي كودور شي واعر، من بعد العام الثاني كيبدا يدخل في لا كوميسيون طامار كيفرقع.
ديفيسيل كتبغي واحد الهاي سكيلز في فاينانس وتكون ملاكي فاهم في فاينانس وعنده النيتورك كونتاكت قباح باش يكونيكتا رابيدمون مع لي بون مع لي زابي اي ديالهم في الفينتك ولكن هاي وكاينش حاجه ثقيله بحال دابا الاي كوميرس لو فغي اي كوميرس لي ماركت بليس راه ما كيكبروا على شحال لان راه كتبيع برودوي وعندك لا كوميسيون صغيره والكود كيكون طالع الكود اكزيستون طالع هاد لي زونتربريز خصك تصبر معاهم يعني ماشي دخلتي 100000 درهم في الشهر ديالك كتلقى 100000 درهم من عندك 2000 درهم في الشهر الاول وفارفو كاع الشهر الاول كتكون عندك مبالونسي كتبدا تمارجي 30 40% مورا 3 سنين 4 سنين وما كتولي ديك الهايبر جروث ديالك كتولي كتليفري لي ريجون كاملين راه مودع باش كتولي سورتو دابا لان داك الشيء شويه بدا كعارف السؤال ديال عبد الله قال لي كومون جو مو ديمارك دو لا كونكورونس كريتي ستارت اب ولا انتربرونور كيفاش ديماركا كواليتي فيرست موتور كوين مربحنا في المارشي وكنا مع اوتور واكبر شركات اوتور على الملايين الدرهم في العالم الكاليتي صعيب تبينيتري صعيب يخدموا معاه ولكن ملي كيخدموا معاه كيلقاو لها كاليتي سواء ولا كوتيرفيس ولا برودوي ولا ان باكيج دو كاليتي صافي ديك الساعه كيتعاقدوا معاك ويخشوا دائما في البوك ديالهم وكيوليو ديك كليون فيدال ما كتعنيش تقولوا اطحنهم ودي لهم ديالهم خصهم دائما يحسوا بانك العكس ما حد مولاو في دير ما عطاهم زافونتاج دو بلوس ما عطاهم دي بونوس كتعاون معاهم غادي يحلوا لك بيبان اخرين وغادي يولوا دي ريفيرونس وغادي دير يولوا دي زومباسادور ايماجين كليون ديالك كبير وبيك شارك في الماركت غادي يولي بيك فلاير وغادي يولي امباسادور ديالك تلقى في شي اب حاجه تقول لك مع داك المهدتهم ما يمكنش اش يوقع لينا لان نحن اون سونغاج افيك وهذه الفرق ما بين الشركات والستارت اب غالبا parmi les principes تاعها ولا parmi نقول لك كيسميوهم هذوك ماشي لي سلوغون ديالهم عندهم القيم لي فالور لي فالور ديالها القيم عندهم دومون لونغ اللي كيقولوا مشاريع المهم تفكرها كتلقى الكواليتي ودائما كي الكلاينت از كينغ ودائما الكواليتي والاسافي كيعطيو قتله ما نبيعش برودوي نرجع للور نبيع برودوي ونتبعو بوست فون انت باش ما فصلتيها شنو درتي اذا ما خصكش حاجه هذا والرادي والريفيوز سي تري امبورطون هذا الفرق بين الشركه واخا تكون شركه صغار جوج بعدا غتكبر بعدا غادي تموت حق راسك كاين واحد السؤال ديال زينب العلوي كتقول لي كومون ايفيتي لو بورن اوت انا هذا الشق ديالي ديال الصحه النفسيه لو بورن اوت عنده علاقه بجوج الحوايج لو بليزير اي لو ديزير لو ديزير هو البروجي هو لا ستارت اب هو لو غيف هو سكو تي فو رياليزي الحلم ديالك شنو بغيتي هذاك هو لو ديزير ولكن ما خصكش تنسى لو بليزير ملي كنقول لو بليزير ما تمشوش ليا داك العقليه المغربيه البليزير شنو من الحوايج اللي كيمتعوك في الحياه ديالك انا هاد لا تيزان كيتمتعني في الحياه هاد لو لايف كيمتعني كاين شي حوايج الرياضه انا الرياضه بوغ مو كتمتعني كاين اللي كيشوفها مجهود قلب على لو بليزير اي لو ديزير ما تبقاش عارف لو ديزير وحنا راه غتحرق خاصك تلقى واحد لو مومون اللي كتغوصوغ فيه وما يكونش داك لو مومون بعيد تمشي لتايلاند تمشي لهاواي لا كنصنت الموسيقى كندير لا ميديتاسيون كنصلي كنقرا شي كتاب كيعجبني كنتلاقى مع اصدقاء ولا صديقات في القهوه ديالي كنشرب واحد القهوه لو بليزير ولو ديزير الا كان عندك هالتعادل بين لو بليزير اي لو ديزير اونتر لا ليبرتي اي لا ديسيبلين حيت الا كانت لا ديسيبلين بوحدها تو فاكاسي غتهرس ولكن لو بليزير ولا على وازيفيتي لا ليبرتي ما عندك حتى سونس قلبوا على هذا التوازن باش تمشي فواحد الحياه سلسه كو بو فير سعاد كتقول لي كو بو فير ان جون روتريتي انكور بلان دينيرجي هذا السؤال تعاود جوج مرات وحده هي كوادراجينير اشنو دير نتوما احسن وحدين غيلونسو لي ستارت اب شبعانين اكسبيريونس مدرسه الحياه ماشي قريتوها عشتوها يعني الا تلاحيتي في ستارت اب شي باسيون كتعجبك تعجبك اي باسيون فكرت دير فيها ستارت اب هادشي بعيد انا كنشوف دابا حتى في الانترنت ديرنيامون لي ستارت اب الكبار لي واصلين كرون بارتي فيهم مابقاش طوندونس على لي جون بحال ماك تقول اولون ماسك ولاو لي ستارت اب تشوف تاع الفينتيك وشي ديال التعليم وتاع ديال الهيلتيك وتاع الصحه كلهم دي روتريتي كبار في امريكا وحتى في المغرب وفي لا ريجون داكشي دونك الا كنتي انت روتريتي فشي مجال اللي هو باقي حيوي باقي صناعه ولا شي حاجه كنصحك بقوه تفكر دير ستارت اب ديالك ودابا ستارت اب ولاو كلشي كلاود وليتي تخدم اونتربرونور عندك كلشي لي سيرفيس كلهم كلاود اما اي كلاود يو كان كلاود كلشي كلاود والو محتاج لا بيرو لا والو تخدم بحالك بحال هذوك لي زونتربرونور صغار تخدم في ستاربكس تخدم في الكووركينغ سبيس ما كاينش اللي يقول لك اش كدير هنا ولا اش كدير العكس
غيدوروا عليك هذوك الوليدات وغيدوروا عليك هذوك لي زونتربرونور صغار اللي عطاهم واحد التجربه اللي امبوسيبل ياخذوها. هو الكونسي كدوينا عليه على طريق البديه، عطاهم واحد الكونسيتي كيف تشيري معاهم غادي يشيروا معاك وغتقراو يديروا الفرقه السكيل بواحد الشكل انكرويابل. ولا كانت عندك 60 عام ولا 55 عام شحال من الوقت غادي غدير حتى في 5 سنين غيديروا هذاك الوليد مع السوق. انت عندك تجربه وعندك صبر. ومن فينك سولتي هذا السؤال بالضبط راك انت ديتي طريق النجاح خصك تبدا يو كان مادام انت صبرتي معانا صبرتي معانا غوتخيطي صبرتي معانا وجلستي معانا هذا لو لايف وكتسند لعبد الرزاق وكتسند لطارق الا وعندك لا باسيونس لا ديسيبلين وعندك هدف وباغي تتعلم. واي واحد كيتعلم غينجح لان ما عندوش الفيكسد مايند سيت، ماشي عنده اهداف لي زافوار ولا غنوصل لهذا لو تيتر ولا كلشي. هذاك اللي غيوصل لذاك لو تيتر غيوصل ليه وغيديبريمي وغيرجع. خاصك ديما جروث مايند سيت، ديما كنتعلم ديما جابخون ديما كنزيد القدام ديما كنتعلم. اليوم احسن من البارح وغدا احسن من اليوم. شنو هي السعاده؟ هي الامل في ان غدا يكون احسن من اليوم احسن من البارح. هذه هي السعاده. سعد بارك الله فيك. انا عندي واحد ليفينمون هذه الفقره ديال الاشهار، عندي واحد ليفينمون اللي غندير واحد الماستر كلاس على الصحه النفسيه والجسديه ولكن بيون بيان سور. وعلاش بيون؟ غنقول لكم علاش بيون، لان غنكري قاعه ديال اوتيل وفين تي تقول بيون شحال شي واحد غير شي بيون شي حاجه 290 درهم فيها جوج سوايع. وعلاش غنديرو بيون؟ لان اي حاجه كتكون فابور ما كيستافدوش منها الناس اكثر هي المغاربه. تي دوماج. انا باش ملي كنمشي لي فورماسيون بيون في الماستر كلاس كنركز اكثر وكنوطي اكثر وكنوجد لي كيسيون بزاف. ملي كتكون فري بافوغا ما كنسوها ولا كنخرج من الوقت، لان كنعرف ان لو في بيون سي دو بريميوم. هذاك الشيء ما لقاش في اي بلاصه، وهذاك السيد غادي يعطيني لا فورماسيون غير مو انا كنولي كلاينت كيولي فورنيسور كليون وكنحس براسي انني عندي فالو او جو بو دوموندي الماكسيموم. هاد انا قريتها في لابسيكولوجي لان درت ان ديبلوم دو بسيكولوجي. قريتها في لابسيكولوجي اي حاجه فابور ما كتفالوريزاش في المغرب ولا في العالم. ملي كيخلصها واخا كيعطيو اكزومبل واحد الواحد كان ان كلوشار وتلاقى مع ان بسيكاتر وقال لي بغيتك تعاوني بغيتك تكوتشيني انا ما عنديش لي مويان لان البسيكاتري ولا بسيكولوجي والكوتشين برا راه سا كوت دي فورتون. عبد الرزاق راه عارف سا كوت دي فورتون زعما داكشي خيال علمي. قال لي بغيتك تكوتشيني ولكن انا راني كلوشار. قال لي غتقلب ليا انا تلاقيت انا جيت كوتشي باغ هاد البسيكولوج كندي اصلا. قال لي غتقلب ليا على 1 سنت بريسك سنتيم ماشي ريال، الريال في 5 سنتيم. قال لي غتقلب لي على 1 سنت امريكا يكون جديد ما عمر قاسو شي واحد، غتقلب عليه ملي غتلقاه غنعطيك اون سيونس دو كوتشين. وداز 3 موا وجا وتسنى قدام البيرو وجاب لي 1 سنت جديد 3 موا هو كيقلب عليه. قال لي شوف مادام 1 سنت ماشي تا دولار بغى يجيب لك والو وقلبتي عليه جديد وجبتيه ليا يعني خلصتي غنعطيك ساعه دو كوتشين راك بديتي في طريق النجاح لانك بديتي لان عندك العزيمه. هذه استوار يعني حنا ملي كنعطيو لي زانفورماسيون انا كنتعلم اقسم بالله زعما الشهاده لله زعما نشهد الله بيناتنا. ملي كنتفرج فيك وتفرج معايا ماذا وتعلمت تعلمت وش جوج سوايع وانا جالس تعلمت. وكنشكر المونتور عبد العزيز الغزالي هو اللي صيفطنك قال لي تصنت لهذا السيد زعما تعلمت وكنشكرو. يعني اي حاجه فالوريزيوها. نرجعوا للماستر كلاس ديالي اللي غنهضر على لابسيكولوجي وعلى تحقيق الاهداف وغنكون معاكم ان شاء الله سي فو مانفيتي غنكون معاكم. وانا غنكتب لي السيد العلوي باش نكون معاكم ان شاء الله، غيكون لي شرف انني نحضر معاكم. انت هو الرابط ما بين زونتربرونور حنايا وما لي بري اونتربرونور، حيت انت اللي غتكوتشيهم وغتعرف واش بصح يكونوا اونتربرونور ولا لا. وانا ما كراش دير شي ماستر كلاس وهذا عند بزوان كيف الماكسي كبير اخويا طارق. خص ماستر كلاس ويكون بيون تاع الناس اللي خدامين وعندهم دي بون سالير وسورتو عندهم لا فامي عندهم وليدات يجيو عندك تدير لهم برامج انت تيستيهم ودير لهم هذاك الكوتشي ماستر كلاس باش يعرفوا راسهم منين يخرجوا من عندك واش يمشيو لونتربرونيا ولا يبقاو خدام. باش هنا راه ما هذه ما خايبه هذه ما خايبه، راه كل واحد في خصو يكون هنا. ما كاش ما عرفتش الماستر كلاس كاينه في المارشي ولا ما كايناش، ولكن اخويا طارق هو لو ميور لو فا حيت كنتي امبلوي ودرتي الانتربريز ديالك انت بولي فالون كنتي بعد خمسه ولا معناتها تاع لي دومين اللي قلتي قبيله، زائد انك عندك هذا لو سافوار فير تاع الديجيتال والسوسيال.
دونك الخلايط اللي عندك تاع السكيلز اللي عندك كيخول لك انك تالي غتعاون الناس ودير هذا الموديل بانه واش انت نيكست اونتربرونور ولا ماشي اور نوت. هذا السلوغون هذا ضروري خصك تلونسيه بالنوع تاعك. لونسيو افيك غون بليزير ولونسيته معاك افيك غون بليزير. وزعما كنشكرك. اشنو هو اكثر شيء نقدروا نتمنوا ليك؟ اشنو نقدروا نتمنوا لسي عبد الرزاق وغندعيو وغنقولوا امين لعبد الرزاق الموديل ديالنا؟ شنو نتمنوا ليك؟ اول حاجه الجنة وهذه هي الاولى. ثاني الاستقرار العائلي وسميتو. وفي المجال المهني ديالي انني نعاون اكثر تاع لي ستارت اب ويخرجوا تحت ايديا زي شركات كيتسموا دي يونيكورز ليكورز، هما شركات القيمه السوقيه تاعهم فايته 1 بليون دولار. هذا هو الهدف تاعي انفيستر في العالم تاع الديجيتال، انه يعاون الفاسون ديريكت ولا انديريكت او يانفيستي لي ريسورس والفلوس ولا قدر في شركات اللي ولي المقر تاعهم ميد ان مروكو، مقر تاعهم في المغرب، ولكن حاكمين واحد المجال في التكنولوجيا في العالم، والقيمه السوقيه تاعهم ان شاء الله في اقرب وقت تفوت 1 بليون دولار. بحال دابا يو كان ان شاء الله تلغي ثاني السمو لايف، بحال شيبسان، بحال كود نيتورك اللي كاينين تما، شركات مغربيه 100% مقر تاعهم في المغرب، وغاديين غادي يوصلوا العالميه وغادي يوليو يساويهم. انا ما كراش انفيستي في شركه ونعاون شركه في هذا الموضوع ويكون الاسم تاعي في هذيك الكريديت تبقى في الاخر هذيك اباوت يعني هيلب تو باي ولا هذا ولا كذا. انا هذاك هو اللي رفيقتي دير معايا انا يخرج منا اللي يخرجوا من المغرب ومني انا شركات 1 بليون دولار. اللهم بارك. انا غندعي معاك، شوف انا غندعي معاك ونتمنى ان يامنوا من بعدنا، واخا حنا راه ماشي فوقها ولكن حقنا ندعيو، راه عندنا علاقه بالله سبحانه وتعالى كما كاع المخلوقات اللي على الارض. انا كنتمنى لك الصحه والعافيه والهنا. الصحه امين والعافيه والهنا والسعاده امين والسعاده والتوفيق في اي خطوه كديرها. وشرفتيني واسعدتيني بالحضور، وهذا شرف لي انني ندير معك هذا اللايف. الله يكبر بيك. وهذه غتكون بدايه ان شاء الله مازال من مسيره باش نزيدوا حوايج اخرى. الحياه راه ماراثون، راه سي با ان سبرينت، ما كنجريوش سالينا هذا اللايف وغنوقفوا، راه غنخدموا ديما وغنزيدوا حوايج اخرى. ونهار غيكون عند الشيخ عبد الرزاق شي حاجه انا غنكون فيها وغنبارطاجيها لان كتستحق المساعده. والله يخليكم اللي شاف هذا اللايف، كاين بزاف الناس محتاجين معلومات مهمه، قالهم السي عبد الرزاق كوم اونتربرونور، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، ماشي على لي لايك. الناس راه عارفين راه انستغرام ما كنربحوا منه والو، راه ما كنربحوا حتى حاجه من انا ما كنربح حتى حاجه من هذا الشيء. انا خدمتي راه كنربحها من لا فورماسيون اي كوتشين، ميم با سبورتيف، لو كوتشين دي زونتربريز. هذا الشيء كنديروا لان كنبغي لان واحد سولني واحد السؤال وانا قال لي علاش كدير كاع هادشي، قال لي علاش كدير هادشي زعما واش من ديماش ما فهمتش. انا قلت لي حكي كنبغي، قلت لي كنبغي ما بغيتش ندخل معاه في، قلت لي كنبغي علاش كنديرو. انا غنجاوبو دابا الا كان كيتفرج معنا غنجاوبو علاش كنبغي، لان واحد الوقت كنت كنقلب عبد الرزاق على شي واحد نتصنت ليه ونستافد منه وما لقيتش في السوشيال ميديا الناس عندهم معلومات اللي غيفيدوني، وقلت انا اللي غنكون داك السيد، غنكون داك السيد اللي غيفيد الناس، الا قريت شي حاجه غنبارطاجيها واخا صعيب واخا ما غنربح منه والو واخا ماشي خدمتي. عبد الرزاق متبادل متفاهمك 100% عشنا نفس الشعور. لك كلمه اخيره، كلمه الاخيره ليك باش نسد اللايف. الله يوفق اي واحد كيتفرج في هذا اللايف. والستارت اب او المقاوله راه هي مجال زوين، ما نقولش فيه الترع السريع، فيه الكونفور، ولكن ماشي اي واحد مصنوع. رجعوا لسي طارق المليح اي سؤال كونسيرنون صاب باش يوريكم واش تقدروا تكونوا دي زونتربرون ولا لا، ولكن ان فوا تفاليداو الفو فونسي فونسي والخدمه، راه ما كاين حتى شي حاجه سحريه خدو. خلا باعبيد سيمو لايف عنده الحق، وورك وورك اند وورك اند هارد 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 اند سمارت وركين هارد وركين خدمه. ميرسي خويا، ميرسي، تبارك الله عليك. السلام عليكم، لو لايف غيبقى مسجل. تشاو تشاو، الله يعاونك.